أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا التغطية الخاصة من الميادين حول التطورات المتسارعة في الساحة اللبنانية مع توسع الاحتجاجات على سياسة الحكومة الاقتصادية وفرضها ضرائب جديدة. وقد أغلق المحتجون طرقا رئيسية في العاصمة وعند مداخلها وفي مناطق مختلفة من لبنان، فيما ألغيت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم. إذن ربما هذه هي أبرز التطورات الحاصلة حتى الساعة، ولنطلع أكثر على الوضع على الطرقات وفي شوارع بيروت وأيضا خارج العاصمة. معنا بداية ملاك خالد من رياض الصلح في بيروت وأيضا من صيدا جمال الغربي. أبدأ معك ملاك، أعتقد بأن التظاهرة المركزية هي في وسط العاصمة في رياض الصلح. هناك معلومات عن أن بعض المحتجين بدأ بنصب الخيام في الساحات، دعينا ربما في صورة التطورات لديك. رانا الاعتصام في ساحة رياض الصلح إلى اتساع، يتزايد أعداد المعتصمين أو المتظاهرين رويدا الناس يأتون مشيا على الأقدام من مناطق مختلفة في بيروت نظرا لتقطع الطرقات منذ ليل أمس. البعض أمضى ليلته وحتى الآن هو موجود في الشارع. هنا هناك دعوات لتحول هذا أو هذه التظاهرة الاحتجاجية إلى اعتصام مفتوح، وهناك أيضا من يدعو للتوجه إلى القصر الرئاسي في بعد عند الساعة الثانية من يعني خلال ساعة من الآن، وذلك احتجاجا على السياسات الاقتصادية حتى مع إلغاء جلسة الحكومة التي كانت مقررة اليوم. وهناك حديث عن إمكانية استقالة الحكومة ممثلة برئيسها الرئيس سعد الحريري، والمتظاهرون يقولون أن ليس هذا هو المطلب، أن تغيير الوجوه ليس هو المطلب، المطلب هو تغيير النهج الاقتصادي الذي أفقر بلدا فيه الناس معها المليارات في حساباتها وارتباطها البنكية، وبينما هناك ناس يعني تردى أوضاعهم الاقتصادية للنزول من مستوى الطبقة المتوسطة إلى مستوى الطبقات الفقيرة. قطع الطرقات لا يقتصر على بيروت، هناك يعني مشهد عام في لبنان، الناس تحركت بغضب شعبي إذا جاز التعبير، ليس هناك من دعوات سياسية، لم نرى مسؤولا حتى الآن صرح بأي شيء سوى بخصوص إلغاء جلسة مجلس الوزراء. الناس تعبر عن غضب في كل المناطق النبطية، صور صيدا وأكيد الزميل جمال سيحدثنا أكثر عنها، الكورة عسكار، يتم تناقل الدعوات الاحتجاج والتجمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي يعني للمفارقة كان فرض رسوم وغرامات ضرائب عليها هو ما يعني دفع بالناس إلى الشارع، وهو ليس طبعا السبب، ولكن هناك تراكم للأسباب التي أدت إلى هنا. الشوارع اللبنانية تشهد احتجاجات متواصلة منذ نحو 3 سنوات منذ سلسلة الرتب والرواتب، وما يقوله الناس هنا أنه تم الاستفراد بكل جهة على حدة، يعني نقابة المعلمين، العسكريين المتقاعدين، الدفاع المدني الذي رأيناه يقوم بدور بطولي في إخماد الحرائق التي كادت تلتهم الغطاء الأخضر في لبنان، وهم متعاقدون وليسوا مثبتين. فبالتالي يعني هناك حالة من الشعور بأن الشعب ترك وحده بمواجهة سياسات اقتصادية تساهم في عزله عن بعضه البعض والاستفادة بكل مكوناته على حدة. طيب ربما ملاك، نعم تفضل. تحدث معنا أكثر رانا عن هذا الموضوع، معي أحد المتظاهرين حضرتك يعني هنا منذ الصباح، لماذا؟ أول شيء أنا اللي عم أقوله ما ينجحوا بالتظاهرات ينصبوا خيام، من زمان جينا قعدنا هون سنتين مظبوط، وأنا معروف عني بالتلفزيونات، قعدنا سنتين نصبنا خيام لا ينجح يصير نصب خيام وعصيان مدني، ما يدفعوا ضرائب ما يسقطوهم، وهيدول الوجوه ما بدنا اياهم، عصيان مدني يا مدني ويسقطوهم، وهيدا والضرائب يلي عم تصير توقف يا عم. الشعب تعب، نحن هينا، انا عمري 55 سنه مالي قاعد لا شغلي ولا عملي، عم نام بمطرح، سكن ما عندي، ابسط الامور، عد سنه انا بالمانيا وجيت، عم سب الساعه اللي جيت مشكرهة ببلدي، هنيك الانسان بقوله بلاد الكفر، بالعكس هنيك بيعطوه ببلاد اوروبا حقه للانسان، بيعطوه اللي بده اياه، والله بقلب المطار دللوني، بيعطوه اللي بده اياه، والله بقلب المطار دللوني.
دللني قائد الشرطة قال لي أجل رحلتك وبلا نحن بندرس لك ملفك. أنا عم سب بالساعة اللي جيت مش كرهة ببلدي، يا ريتني ما جيت على هالبلد، حرام الشعب هيدا المظلوم، ومش كرهة بالقوى الأمنية، القوى الأمنية ولادنا وإخواتنا، بس يلي نحن منا يهود، يلي صار امبارح ممكن في طابور خامس. الشعب اللبناني ينتبه، في ناس عم تنزل تخرب التظاهرات، في طابور يمكن يكونوا هن مستدعينه. امبارح اللي صار قنابل مسيله للدموع وما معروف شو عم يصير. شكرا. حالات المظاهره يعني الناس تتحدث عن ابسط الحقوق، لا يطالب الناس هنا برفاهيه، هم يطالبون بالحقوق فعلا، يعني ابسط الحقوق هي التعليم، الطبابه، التامين الصحي، يعني التقاعد. يعني هناك احد السيدات معنا هنا، تفضلي حجي. أنا جيت على لبنان من مصر، اتجوزت من شخص لبناني وجنسيتي لبنانية، عايشة بلبنان صار لي 65 سنة، صار عمري 85 سنة، انهرمت بسنة الوقت اللي جه رئيس الجمهورية اللي قال الفساد والفساد، كله فساد. كنا عايشين بخمس ليرات، صرنا بنعيش بألف دولار ومش مكفيين. إذا الكهرباء بدك تيجي 350، وإذا بدك تيجي المي ولا بيجيبوا كهرباء ولا بيجيبوا مي، وبياخدوا ينزلوا بقى عنا، يحلوا عن ظهرنا الحكومة كلهم فرضا فرضا. بلبنان في شباب متعلمة وأهل صارفين عليهم زي ما قالوا. طيب ملاك بالتأكيد سوف نعود ويقفوا مع اهليهم. نعم ملاك. اللبناني مين هو؟ ابننا وخينا وجوز اختي وجوز امي وكل العالم. الجيش اللبناني كله يرفع له القبعه لانه جيش عظيم بس محكوم للكلاب. شكرا شكرا جزيلا. يعني رانا يعني يجب ان نشعر تفتت البلد في هذه المرحلة الدقيقة، وهي دعوات لا يعرف مصدرها بطبيعة الحال، سيتم تناقلها في الوقت عيني الذي يعني تشكل وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لتحشيد الناس. وربما هذا متوقع ملاك، خصوصا بأن ليس هناك من قيادة ربما موحدة لهذا الحركة الذي نراها اليوم على أكثر من ساحة في لبنان. اسمحي لنا أن ننتقل إلى ساحة أخرى واعتصام واحتجاج آخر في الهرمل شرق لبنان. معنا من هناك الزميل محمد الساحلي. محمد، الصورة لديك. محمد، محمد إن كان بالإمكان أن ترفع صوتك قليلا، نحن لا نسمعك بشكل واضح. رانا، الهرمل كسائر بلدات ومدن لبنان، المظاهرات ايضا في مدينه الهرمل بالاضافه الى مدينه بعلبك وكما سائر بلدات القطاع الشمالي في رياق وشمصار وحتى بوتنايل ومدخل بعلبك الغربي. الناس مستمره بالتظاهرات منذ ليل امس وحتى اليوم. المطالب كما مطالب الشعب كما هي المطالب اليوم في لبنان. الجميع يتحدث اليوم عن حكومة إطار، الجميع يطالب بإسقاط الحكومة وأيضا ورفع المظلومية وفرض الضرائب الإضافية، لا سيما وأن الشعب يعاني من ضائقة اقتصادية كبيرة. هنا الحشود كلها جماهيرية من كل الأطياف، لا توجهات حزبية أو عائلية. هنا الجميع في الطرقات، وكما تشاهدين الجماهير هنا من كل العائلات. نعم محمد، ماذا عن حال الطرقات في البقاع؟ يعني أي طرقات تم قطعها في إطار الاحتجاجات هذه؟ رانا، الطرقات الدولية كاملة في البقاع مفتوحة. دعينا نبدأ أولا من ظهر البيضة باتجاه البقاع مفتوح، الطريق من البقاع الغربي مشهورة باتجاه المصنع والحدود السورية مفتوح، بالإضافة إلى أن الأستراد الدولي بين بعلبك وحمص مقطوع بأكثر من خمس محلات، أي هو مقطوع في رياض، مقطوع في شمصار وبودنايل، بالإضافة إلى قطعه في بعلبك.
وهنا في مدخل الهرمل أيضا الطريق ما زالت مقطوعة منذ السابعة صباحا. طيب إذا اسمح لنا أيضا محمد أن ننتقل لنرى المشهد في مكان آخر في لبنان، تحديدا في صيدا. جمال الغربي معنا من هناك. جمال، بداية هل تسمعنا؟ نعم رانا. نعم جمال، على ما أعتقد أيضا بأن المحتجين اليوم أصروا على إقامة صلاة الجمعة في وسط الطرقات، هذا بداية، هل هذا الخبر صحيح؟ وأيضا كيف هي الصورة لديك؟ نعم، منذ قليل أنهى المحتجون هنا صلاة الجمعة عند تقاطع إيليا، يعني اللافت هنا مشاركة المسلمين بمذهبين السني والشيعي إضافة إلى مسيحيين كانوا يشاركون في هذه الصلاة، وهي صلاة أقيمت يعني في الساحة كرمز على التعايش والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب اللبناني، والتأكيد على المطلب الواحد لهؤلاء المحتجين هنا في مدينة صيدا وكباقي يعني المدن اللبنانية والقرى اللبنانية وتحديدا في الجنوب اللبناني بشكل خاص، حيث أتواجد أنا في عاصمة الجنوب. الجميع هنا يرفض السياسات الاقتصادية للحكومة اللبنانية وللحكومات اللبنانية المتعاقبة التي أوصلت الحال إلى ما هو عليه هنا في لبنان. الجميع هنا يرفعون الأعلام اللبنانية، ربما يعني يستطيع الزميل سليمان عفارة أن يرينا الصورة بشكل عام في تقاطع إيليا هنا، حيث تحول هذا التقاطع منذ الأمس إلى ساحة للاعتصام المركزي. الأعلام يعني مرفوعة في هذا الشعار واحد، الشعب يريد إسقاط هذا النظام وهذه السياسة الاقتصادية التي أضرت بالبلاد والعباد كما يؤكد المشاركون هنا. وأيضا في نفس الوقت يعني من مختلف الأعمار يشاركون في هذه التحركات هنا في مدينة صيدا، رجال، نساء، أطفال صغار، يعني ربما صورة ترى صورة هذا الطفل مع والده وهو يشارك يعني أيضا، وفي نفس الوقت يعني صور الأطفال وكبار السن تغزو إضافة إلى الشباب والشابات تغزو تقاطع إيليا هنا في مدينة صيدا. الطرق يعني المحيطة بالمدينة متقطعة أو مقطعة مقطوعة تماما، يعني مداخل المدينة مقطوعة من قبل المحتجين. الطريق الذي يربط العاصمة اللبنانية بيروت بالجنوب اللبناني وتحديدا مدينة صيدا مقطوعة بالإطارات المشتعلة، وتحديدا عند نقطتين الأساسيتين، نقطة الجي برجة ونقطة الناعمة. طيب اسمح لي جمال أن أسألك عن المطالب في مدينة. نعم اسمح لي أن أسألك جمال عن المطالب التي ترفع. في الواقع هي جميع هذه المطالب تندرج يعني تحت الاعتراض على السياسات الاقتصادية للحكومة، ولكن هل هناك من مطالب محددة أخرى؟ نعم، يعني المطلب الأساسي لهؤلاء هنا هو رحيل هذه الحكومة ورحيل هذا العهد كما يقولون، يعني كما يقول المحتجون، نتيجة يعني السياسات الاقتصادية المتعبة. هم يعانون يعني من ضائقة معيشية كبيرة. أنا أتحدث هنا يعني عن جانب أساسي هو الواقع المعيشي، يعني بالتحديد سعر صرف الدولار التي ارتفع فجأة أثر بشكل كبير على حياة المواطنين بشكل عام في لبنان. أيضا يعني غلاء فاتورة المستشفى، غلاء يعني رسوم التسجيل، غلاء المواد المعيشية، المواد الغذائية. أيضا يعني الحديث عن زيادات مقبلة يعني على مادة المازوت والبنزين. هذه الأمور هي جميعها دفعت بالشباب اللبناني واللبنانيين بشكل عام إلى النزول إلى الشارع. السياسات الاقتصادية تجاه المتقاعدين والمتعاقدين للدولة اللبنانية، عدم إتاحة فرص التوظيف للمحقين للمستحقين لهذه الوظائف داخل الدولة الحكومية، نسبة البطالة العالية، إقفال المؤسسات التجارية، نسبة كبيرة من المؤسسات التجارية أقفلت بلبنان. يعني الرقم في مدينة صيدا نتحدث عن فوق 60% من المحلات التجارية المعروفة قد أقفلت أبوابها
نتيجة الواقع الاقتصادي. اسمح لي يعني أن أستضيف أحد المشاركين في هذا الاعتصام أو في هذه الفعالية التي لم تدع إليها أي ولا أي جهة سياسية ولا أي جهة حزبية ولا حتى جمعيات. شو نازل تقول اليوم؟ أنا عسكري متقاعد بالجيش اللبناني، خدمت دولتي 19 سنة، ما كنا نفرق بين مسلم بين مسيحي بين شمال بين جنوب بين الهرمل. اليوم كل العالم نزلت، سني شيعي مسيحي درزي، كلنا على صوت واحد، كلنا موجوعين، كلنا محتاجين، جوعونا، عوفونا الطبابة، المدارس، كل العالم موجوعة، نشمال لجنوب، السني المسيح الدرزي، اليوم ابن حارس صيدا، ابن شبعة، ابن صيدا، ابن شمال، ابن جنوب، كله نزل. نحن كنا عم نقدم دم من شمال لجنوب وهن عم يعملوا صفقات، نحن عم نقدم دم ضد العدو الإسرائيلي وهن عم يعملوا صفقات لجيبهم. عيب عليهم، عيب عليهم، عيب عليهم. نحن اليوم مش نعم. يبدو بأننا فقدنا الصوت من عندك جمال الغربي. إذن مشاهدينا، ربما الساحات في لبنان هي متشابهة، المطلب يبدو بأنه واحد وواضح، هو إسقاط الحكومة، رحيل الحكومة كما يقول بعض المحتجين. لا أعلام ترفع سوى الأعلام اللبنانية، هذا يعني بأن ليس هناك من حزب حتى الساعة يتبنى هذه الاحتجاجات أو حتى يعني تمكن من النزول إلى الشارع لنرى إن كان هذا المشهد هو يعني متشابه لدى علي مرتضى. علي مرتضى معنا من المشرفية. علي، نعم، يعني نحن الآن في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية، واضح بأن يعني هذا المكان هو كأنه نقطة تجمهر للناس. يعني نرى خلفنا، لو سمحتوا بس، نرى خلفنا النار يعني والإطارات المشتعلة، وربما دخنت السواد الموجودة في هذا المكان يعني توضح يعني كمية الناس التي أو كمية الاعتراض التي تحدث في هذه المنطقة. كما ترين إطارات مشتعلة يعني حولت جسر المشرفية إلى جسر أسود. دعيني أجول قليلا على المواطنين قبل أن أخبركم بجولتي في مدينة بيروت. ليش أنت هون؟ لأنه منخلق من بطن أمنا، علينا 29,000 دولار. ليه؟ ليه ما بيكون إلنا بالبنك هالقد؟ ليه خي بده يتغرب لحتى يبعث لنا ناكل ونشرب ونجيب دواء؟ ليه؟ ليه بده يعمل عرس لابنه يجوزه احلى بنت 29 مليون دولار يعمل له عرس؟ نحن بنتدين. مين هيدا؟ كلهم، مش هيدا، ما في حدا معين، كلهم. شكرا جزيلا. كلهم. يعني دعيني نحن نازلين مش مع احزاب، كان ككرامه لالنا، ما حزب حدا، ايد وحده، ما في طائفيه. دعيني. نعم، بالأمس كنا نقول لجيش الاحتلال الإسرائيلي صامدون هنا، نقول لأركان السلطة كبيرا وصغيرا نائبا ووزيرا بدون استثناء حدا، نقول لهم نحن صامدون هنا. جبتوا الويلات لكم، عفوا، جبتوا الويلات لكم، ما خليتوا لحدا شيء. الله لا يوفقكم إن شاء الله نائبا ووزيرا. يعني هي حتى نشاهد بعض المشاركين. ليش مخبي وجهك؟ أنا مخبي وجهي عشان مخابرات الجيش بس، إن يعني بعد الحفلة هاي كلها حيعملوا لنا علق لقلنا ويدفدفونا، بس نحن مانا زعران، نحن هيدا غضبنا، نحن عم ناخذ بحقونا، عم نطالب بحقونا. أنا معك والله معك، وأنا بدي أحيي الزيون. أشكرك جزيل الشكر. يعني أيضا نلاحظ هنا حجي يعني جو غبرة ودخنة. ليش أنت هون؟ بدي أولادنا، بداكم انتوا ولادنا، قضينا عمرنا بالحرب، نحن صار معنا 100 امراض من وراء الحرب، من حرب الاهليه، وهلا انتوا عم تاكلوا دوركم، هلا انتوا عم ياخذوا دوركم بالحرب، هيدا حرب اللامي، هيدا الحرب، مش حرب القذائف، حرب اللامي الحرب. متنا جوع، والله متنا جوع، ما بيصير، نحن جايين يا عمي لهون لحتى نشارك مع الشعب، نعبر عن غضبنا. ما بيصير هيك والله، كتير لازم يفيقوا. يعني فئات عمرية كثيرة تشارك في هذه التظاهرة والكل يريد أن يتحدث. دقيقة لو سمحت، لماذا أنت هنا؟ نحن هون لحتى نعبر عن حال هذا الشعب، هذا الشعب الفقير. شف لي من أول ما بلشت الحرايب، بلشت حرايب من يومين، طلع شي مسؤول أو نائب أو وزير اعتذر من الشعب، قدم للشعب انه هيدا الحريق شو عمل. انت اذا استقالت الحكومه، هناك سؤال، اذا استقالت الحكومه هل هذا يرضيكم
كمتظاهرين على الأرض. نحن إذا بتستقيل الحكومة بده يجي حكومة مثلها ما بدنا إياها. يا بدنا حكومة تتطلع بالشعب وتكون من الشعب، يا أما ما بدنا. عرفت كيف؟ لأنه هيدا الشعب كله اللي شايفه بالشارع شعب جوعان، شعب محتاج. يعني ما في مستشفى تفوت عليها بدك تدفع مصاري، مدارس. يعني شو بدي اقول لك؟ اذا بدها تجي حكومه مثل اللي هلا موجوده ما بدنا اياها. نعم. من خلال جولتي في مدينه بيروت يمكن القول بان الطرقات من ساحه الشهداء وصولا عبر الشارع الخوري وصولا الى مناطق قصقص وغيرها كلها مقطوعه. يعني لو لم نكن نتنقل على الدراجه الناريه لما من المستحيل الوصول الى هنا الى قلب الضاحيه. الطرقات كلها في بيروت مقطعه، هذه هي الاجواء هنا. طيب اسمح لي علي، بالتاكيد سوف نعود اليك للاطلاع على المزيد من هذه الاجواء وهذه الشهادات من قبل هؤلاء المحتجين. اذا مشاهدينا نحن في هذا التغطيه الخاصه للاحتجاجات على في اكثر من منطقه لبنانيه، ربما نذكر ببعض المواقف وبعض التطورات على الصعيد السياسي. رئيس الجمهوريه ميشيل عون اجتمع صباح اليوم مع مستشاريه في القصر الرئاسي ووضع مقاربة عملية للجلسة التي كانت من المفترض أن تعقد، لجلسة مجلس الوزراء التي كانت من المفترض أن تعقد قبل أن تلغى، وتلقى تقارير متلاحقة من الأجهزة المعنية حول التطورات الحاصلة وأعطى التوجيهات اللازمة. هذا على صعيد رئيس الجمهورية. أما على صعيد رئيس الحكومة سعد الحريري، من المتوقع أن يتوجه بكلمة بعد ظهر اليوم بحسب المعلومات التي وردت. بالنسبة لوزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، وفي حديث إلى الميادين بالتحديد قالت بأن رئيس الحكومة سعد الحريري قال منذ اليوم الأول أننا سنتخذ خطوات لتخفيف العجز. ومما لفتت إليه وهي يعني لفتة مهمة إلى أن معظم التظاهرات هي تظاهرات سلمية ولدى قوى الأمن تعليمات بعدم التصادم معها. وربما في هذا الإطار نشير إلى العجل الذي ورد على شاشة الميادين منذ بعض الوقت. الدفاع المدني في لبنان وجه نداء إلى المحتجين بعدم التعرض لعناصره ولآلياته أثناء القيام بواجبه. أكثر من يعني حزب سياسي لبناني أبدى رأيه في هذه الاحتجاجات وهذه التظاهرات، من هذه الأحزاب حزب القوات اللبنانية. رئيس الحزب سمير جعجع وجه دعوة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري لاستقالة هذه الحكومة نظرا لما قال أو وصفها بالفشل الذريع في وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، مما أوصلنا إلى الحالة التي نحن عليها. وربما أيضا من المفيد مشاهدينا أن نذكر بموقف لرئيس مجلس النواب منذ يعني قبل بضعة أيام، قال بأن الوضع الاقتصادي والمالي بلغ حدا حرجا جدا، ومما قال بأن الوضع في لبنان على مفترق طرق والوضع المادي هو أشد إيلاما وخطورة من إسرائيل وعدوانها. وربما هذا يأخذنا بالتذكير إلى الشهادة التي سمعناها لدى علي مرتضى من سيدة كبيرة في السن، قالت بأن اليوم هي حرب لقمة العيش وليست الحرب مع إسرائيل. معنا عباس الصباغ من بعبدة. عباس ربما نسأل كيف هي الطرق على طريق بعبدة، وهي يعني تعرف بطريق الشام وهي الواصلة بين بيروت والبقاع. هذا أولا. وأيضا كان هناك دعوات بالتوجه إلى القصر الجمهوري أو حتى إلى طريق بعبدة من قبل بعض المحتجين. كيف تبدو الصورة؟ نعم، هنا على طريق بعبدة لم تكن الطريق سالكة أمام الوزراء بعد أن ألغيت الجلسة الحكومية التي كانت مقررة في الثانية بعد ظهر اليوم. طبعا هناك حرق للإطارات على معظم المداخل المؤدية إلى منطقة بعبدة. طبعا السيارات تمر في هذه الأثناء لكن تقطع بعض المعوقات التي وضعها المتظاهرون هنا على في آخر هذا الجسر. وهناك أيضا انتشار لعناصر الجيش اللبناني، الآن هم في آليات يعني تحسبا لإمكانية وصول بعض المتظاهرين إلى هذا المكان. لكن هناك دراجات نارية تجول في الطرقات المحيطة بمنطقة الحدث الملاصقة لمنطقة بعبدة، لكن حتى اللحظة ليس من يعني لم نشاهد أو نلحظ أي حركة باتجاه القصر الجمهوري. أود الإشارة رانا إلى أن هناك يعني بعض المعلومات التي تحدثت عن إمكانية إعلان حال الطوارئ. تواصلنا مع مصادر مقربة من
العهد أكدت بأن هذا الأمر غير مطروح، لكن الأمر الأساسي الذي تم الاتفاق عليه بين الرئيسين ميشيل عون والرئيس سعد الحريري خلال الاتصال اليوم قبل إلغاء الجلسة بأن التظاهرات السلمية هي مصونة، لكن لن تسمح القوى الأمنية بأن تتحول هذه التظاهرات إلى غير الوجهة التي أعلنت من أجله. وبالتالي يعني هذا التصريح أو هذا الموقف المشترك بمعنى بأنه لن يسمح بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة من قبل المتظاهرين. الجيش اللبناني عمل في بعض المناطق على فتح الطرقات، لكن كانت هناك محاولات خجولة من الجيش إن صح التعبير، ولم يتم فتح هذه الطرق وعاد المحتجون وأغلقوها. هنا في بعبدة يعني قبل قليل غادرنا القصر الرئاسي، ليس من نشاطات معلنة للرئيس ميشيل عون. يعني هناك الحديث عن ترقب ل 48 ساعة بعد لتتضح الصورة، لأن موجة التظاهرات والغضب الشعبي الآن لا يمكن لأي حزب أن يتبناها أو يقول بأنها موجهة ضد هذا الفريق أو ضد ذاك. يعني تواصلنا مع النائب السابق وليد جبلاط، سألناه عن استقالة وزرائه من الحكومة، قال أنا فقط ضد سياسات العهد. وطبعا هو أعلن بالأمس عبر الميادين بأن الاستقالة تكون في حال أراد الرئيس الحريري الاستقالة. كلمة الرئيس الحريري المرتقبة لن تكون مؤتمرا صحفيا بحسب ما علمنا، هناك كلمة سيوجهها الحريري إلى اللبنانيين. حتى اللحظة لم يحدد لنا أو لم يحدد الموعد في بيت الوسط، وهناك يعني تم إبلاغ الصحفيين بأن هناك كلمة للرئيس الحريري. طيب هل هناك من تسريبات صحفياً حول أجواء هذه الكلمة؟ هل سوف يتم ربما امتصاص غضب الشارع؟ هل سيكون هناك من إجراءات جديدة ربما تريح المحتجين؟ هل من أجواء لهذه الكلمة؟ يعني رانا بحسب يعني ما صدر قبل قليل بيان عن رؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، هناك رفض قاطع بأن يحمل الرئيس سعد الحريري تبعات الأزمة الراهنة. فقط لنذكر رانا بأن الحكومة لم تتخذ حتى اللحظة أي إجراءات ضريبية، هي تدرس مشروع الموازنة، وفي الموازات هناك أحزاب تصر على أن تتضمن هذه الموازنة إصلاحات. الرئيس الحريري يتحدث عن إصلاحات وعن تضحيات، الرئيس ميشيل عون وما صدره أيضا تتحدث عن إجراءات تقشفية وتضحيات يجب أن يدفعها كل اللبنانيين من أجل الخروج من هذه الأزمة. هناك ورقة اقتصادية، هناك دعوة من رئيس البرلمان لإعادة يعني وضع موضع تنفيذ القرارات التي تم التوافق عليها في اجتماع بعبدة في 2 أيلول سبتمبر الفائت، وهي ورقة إصلاحية من بنود عديدة كلها بنود إصلاحية. هذه البنود لم يتم إقرارها بعد، كان المفترض أن تنهي الحكومة مشروع الموازنة وتأتي في جلسة إلى بعبدة لتقرها ومن ثم إلى البرلمان. اليوم الآن الصورة تغيرت، اليوم الكلام للشارع. تيار المستقبل بطبيعة الحال يرفض تحميل الرئيس الحريري تبعات ما يجري أو مسؤولية الأزمة. هناك يعني حكومة مجتمعة، هناك حكومات متعاقبة قد تتحمل هذه تبعات هذه الأزمة الاقتصادية، وإن غصنا أكثر منذ العام 92 وحتى اليوم. يعني لا يوجد أي طرف سياسي في لبنان يتحمل مسؤولية ما جرى، أو على الأقل لم يعلن بأنه هو الطرف المسؤول. هناك يعني أحزاب يعني تنتقد التظاهرات، أحزاب تتحدث عن تحركاتها كيف كانت مجدية في السابق، لكن حتى اللحظة يعني المواقف الحزبية هي بالفعل مواقف قليلة. يعني حتى الوزراء الذين أعلنوا في الصباح كوزراء القوات اللبنانية بأنهم لن يشاركوا في الحكومة، يعني كان لديهم انطباع أو لديهم معلومات بأن الجلسة لن تعقد، وبالتالي هم ينصحون الرئيس سعد الحريري بالاستقالة. يعني القوات اللبنانية من أكثر المتحمسين لاستقالة الحكومة وتعيين ما يسمى بحكومة تكنوقراط، أي حكومة اختصاصيين. يعني نحن هنا يعني أرانا نحن على الطريق المؤدي إلى قصر الرئاسي في بعبدة. يعني حركة السير شبه طبيعية، طبعا هي خفيفة، لكن إذا انتقلنا إلى منطقة ملاصقة لهذه المنطقة المتواجدون فيها حركة السير معدومة، الإطارات مشتعلة في الضاحية الجنوبية، في الحدث، في كل المناطق اللبنانية يعني المزيد من يعني إشعال الحرائق وقطع الطرق. وبالتالي بطبيعة الحال اليوم يوم تعطيل في لبنان، المصارف عطلت والمدارس والجامعات وكل القطاعات بنتيجة اليوم مشلولة بنتيجة الاحتجاج الحال يعني نعم.
بطبيعة الحال هذا هو السبب المباشر، لكن حتى اللحظة لم يتبين كيف يستعطى الجيش اللبناني. تواصلنا مع مصادر أمنية ما هو التوجه لدى الجيش، كان ينتظر القرار السياسي من الحكومة، لم تعقد جلسة الحكومة. طبعا الرئيس عون باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة يستطيع اتخاذ بعض الإجراءات، لكن هناك حديث عن مهلة 48 ساعة لتتضح الأمور، لأنه لا يمكن وضع القوى الأمنية في مواجهة مع هذا العدد الكبير من المتظاهرين المنتشرين على يعني مناطق واسعة، وبالتالي هناك إرهاق للقوى الأمنية وعدم قدرة هذه القوى على قمع أو منع التظاهرات التي يعني تجتاح المناطق اللبنانية من بنت جبيل في أقصى الجنوب إلى العبد في أقصى الشمال في عكار على الحدود السورية، وبالتالي نعم بس يعني موجة كبيرة من هذه الاحتجاجات الشعبية. وبالتأكيد نعم بس سوف تبقى معنا، أشكرك حتى الساعة يعني على كل هذه المعلومات المهمة على الصعيد السياسي والميداني أيضا. سوف تبقى معنا بكل الأحوال معنا عبر الهاتف النائب محمد خواجة عضو كتلة التنمية وتحرير في البرلمان اللبناني. أهلا بك سعادة النائب محمد. سعادة النائب تفضلي. نعم، ربما يعني رئيس مجلس النواب نبيه بري قد حذر منذ يعني بضعة أيام من الوضع المالي والاقتصادي، وقال يعني بأن لبنان على مفترق طرق وبأن الوضع المالي والاقتصادي هو حرج جدا. اليوم مع انطلاق هذه الاحتجاجات يعني على وقع ما عرف بفرض رسم على الواتساب، ومن ثم تم العودة عن هذه الخطوة، ماذا يمكن أن تقوله؟ أقول أن الموضوع أكبر بكثير من قصة واتساب. صحيح. في مجموعة من الأزمات والمشاكل تجمعت وأدت إلى ما أدت إليه. بعتقد الجميع كان مستشعر أنه هناك مخاطر. طبعا الرئيس بري من موقعه كان هذا الأمر شايفه تماما. وفي كثير من اللي كانوا شايفين أنه آخر شيء يعني هذا الضغط سوف يولد شيء من الانفجار. ولكن أنا بقول لك ما حدث البارحة واليوم هو أكبر من كل التوقعات. هناك في شبه انتفاضة شعبية، الناس لم تستطيع أن تحمل، رغم أنه هذه القوة هذه لا يجمعهم جامع إذا صح التعبير، سوى وجعهم وغضبهم والسياسات التي أدت إلى ما أدت إليه من فشل اقتصادي ومالي كامل. ولكن إذا ما نظرنا نعم تفضل تفضل. أنا ما يهمني الآن أنه يجب الاستثمار الإيجابي، استثمار وطنيا للوطن، أقول استثمار مش استثمار جهة، الإيجابي على ما يحصل، لأن نحن أمام سيناريوهين، سيناريو يأخذنا على الفوضى وهذا يؤدي إلى ضرر أكبر بوضعنا الاقتصادي والمالي ويؤذي وطننا لبنان ويؤذينا حتى كجماعات ويؤذي القوى التي تطالب اليوم بالتغيير، وممكن أن نستفيد مما يحدث لإحداث انعطافة جدية في السياسات ولا سيما في الجانب الاقتصادي. السياسات التي استخدمت من عام 92 لليوم كانت فاشلة وأحيانا كانت مدمرة. قضت على قوى الإنتاج وأضعفتها وقضت عليها. بنفس الوقت استخدم مفهوم الاستدانة ومفهوم النظام الريعي. أسرى بضعة آلاف من اللبنانيين على حساب ملايين اللبنانيين. هذه السياسات لم يعد لها مكان أنا أعتقد. ويجب أن تتغير السلوك تماما. بقيت الحكومة أم استقالت؟ وهنا أسأل سعادة النائب، يعني هناك أصوات عديدة اليوم ترفع لكي تستقيل هذه الحكومة، منها أصوات سياسية ومنها يعني أصوات من الشارع، أصوات المحتجين، هل تؤيدون استقالة الحكومة في هذا الوقت؟ حتى نكون دقيقين، استقالة الحكومة يعني تصريف أعمال حتبقى ذاتها هي الحكومة إلى أن يأتي البديل، هذا تنفيذ للدستور تبعنا. البديل ببلد مثل لبنان يحمل الكثير من التعقيدات. إذا نحن بالظروف الطبيعية انتظرنا أكثر من 9 أشهر لأنتجنا هذه الحكومة العرجاء. فكيف إذا كنا بهذه الظروف؟ يعني نتمال، أنا مش عم دافع عن الحكومة ولا أنا ضد سياساتها بصريح العبارة، خاصة السياسات الاقتصادية والمالية. برجع بقول لك هذه السياسات، نحن هذه الشعارات اللي عم تنهتف اليوم بالشوارع، أنا بذكر أنه كثير من القوى والكتل النيابية والنواب الحريصين على وضع الطبقات المتوسطة والشعبية وقفت ضد أي
ضريبة أو رسم إضافي على هذه الجماعات، وهذا موقف مبدئي. نحن ضد أي ضريبة أو رسم يطال الشرائح الوسطى والفقيرة وذوي الدخل المحدود. يجب تحميل الأزمة لمن ساهم بإنتاج هذه الأزمة، يجب تحميل نتائج هذه الأزمة للذين أسروا على حساب اللبنانيين. من ساهم في إنتاج هذه الأزمة يعني سعادة النائب محمد؟ يعني كل الأحزاب كانت تقريبا مشاركة في الحكومات المتعاقبة. حتى أكون أنا موضوعي صحيح، المسؤولية عامة وإن كانت تختلف من تحميلة من فريق لفريق آخر. من وضع هذه السياسات يجب أن يتحمل، ومن ربح من وراء هذه السياسات، من ربح من وراء هذه السياسات بالمفعول الشخصي وبالمفهوم التيئ، يجب هو أن يدفع. إذا كان لابد من فرض ضرائب وهذا ضروري، دولة ما بتمشي من دون ضرائب ورسوم، فلتفرض على المصارف وعلى كبار رجال الأعمال والمتعهدين الذين أسروا، وعلى السياسيين الفاسدين، وعلى كل من مد يده على المال العام. أما أن تفرض على عموم الناس وهم لم يعودوا يحتملوا، لا يمكن الاستمرار بذات السياسة. طيب، فلنبدأ من المكان الصح، فلنبدأ من الأملاك البحرية، فلنبدأ من موضوع النفط، فلنبدأ من موضوع الكهرباء التي استنزفت أكثر من ثلث ديننا، استهلكت أكثر من ثلث الدين، فلنبدأ من إعادة النظر ببعض الرواتب الخيالية في الدولة اللبنانية، فلنبدأ من أمور كثيرة، ولكن يجب أن لا نقترب مرة جديدة أقول لك من الشرائح الوسطى والشرائح الفقيرة. من الواضح يعني سعادة النائب بأن مكمن الخلل يعني هو جلي بالنسبة إلى كل السياسيين في لبنان. لماذا لا يتم وضع يعني الأصبع على الجرح مباشرة؟ لماذا لا تقوم الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الحكومات المتعاقبة يعني إجراءات عملية؟ هو هذه مسؤولية مثل أن بقول أنا تغيير السياسات، يعني الحكومات هذه الحكومة بقيت أم من يأتي؟ يجب تغيير السياسات. لم نعد نستطيع الاستمرار لقد استنفذنا استنفاذ كامل. بلد صغير مثل لبنان يحمل 100 مليار دولار دين، بالوقت اللي نحن ما عندنا موارد في نفط، لكن هذا موضوع مؤجل منه اليوم. 100 مليار دولار ببنى تحتية سيئة، 100 مليار دولار بكهرباء ما بتعطي المواطن أكثر من 10 إلى 15 ساعة في أفضل الأحوال وفي أفضل المناطق، 100 مليار دولار بمياه ملوثة، 100 مليار دولار بكل هذا الوضع. البعض يقول لهم أنتم في السلطة، وأنت في السلطة كيف تتحدث هذا؟ وأنا أقول لك هذا الكلام الذي أقوله على شاشتكم الكريمة، قلته تحت قبة البرلمان، وقلته في مقابلات ومنها شاشتكم الكريمة على الشاشات ومنذ اليوم الأول وحتى قبل أن نكون في هذا الموقع الرسمي. بالنسبة لي أرى أن الأمر يكمن في تغيير العقليات والسلوكيات. طيب سعادة النائب، ربما بما أنك معنا الآن نريد منك تعليق على دعوة النائب السابق ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاطة مناصريه إلى النزول إلى الشارع والتظاهر ضد العهد كما يقول، لأنه يعني وقف بوجه كل الإصلاحات والمبادرات الإصلاحية الممكنة، ودعا الرفاق والمناصرين بحسب الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط إلى التحرك الهادئ السلمي في كل المناطق الجبلية. كيف ترون هذه الدعوة؟ أساساً أي قوة من حقها أن تتظاهر وتعبر عن رأيها. أكانت هذه القوة موجودة مشاركة في السلطة أو لم تكن مشاركة، هذا أمر بيكفل الدستور. أما لماذا، إذا كان من المفيد أو من غير المفيد، فهذا يعود إلى أصحاب قراره. يعني أنا لن أعلق عن هذا الأمر، يعنيهن من حق أي قوة هي تشوف أين مصالحها أو أين مصلحة البلد وفقا لرؤيتها، حتى ما أقول مصالحها، وفقا لرؤيتها. أنا ما يهمني اليوم أن هذه التحركات الكبيرة التي تقريبا عمت كل المناطق وطالت كل الفئات من كل الطوائف ومن النخب ومن العامة، يجب الاستفادة منها لنضع حجر الأساس لتأسيس وطن حقيقي لم ننجح في السابق في بنائه.
شكرا جزيلا لك سعادة النائب محمد خواجة، عضو كتلة التنمية والتحرير في البرلمان اللبناني، كنت معنا من بيروت. إذن مشاهدينا نعيد ونذكر بأن رقعة الاحتجاجات تتسع في المناطق اللبنانية. الاحتجاجات لا تقتصر على بيروت ولا تقتصر قطع الطرقات على المداخل، وإنما هناك تظاهرات من الشمال إلى الجنوب والشرق فالغرب. ربما معنا الآن عباس الصباغ يعني على الطريق الواصل بين بيروت والبقاع، تحديدا على الطريق الواصل إلى بعبدة. عباس؟ نعم رانا، قبل قليل وصل عدد قليل من المتظاهرين على دراجات نارية إلى هنا، إلى أقرب نقطة من القصر الرئاسي قصر أبو عبدة. كانوا حاملين الإطارات المطاطية، تدخلت على الفور قوة من الجيش كانت على ما يبدو في انتظارهم، وعملت على منعهم من إحراق الإطارات، وبالتالي عملت على ضبط الوضع. هم يتجمعون في هذه الأثناء هنا بمواكبة أمنية كبيرة، لا إحراق للإطارات بسبب تمني عناصر الجيش على هؤلاء بعدم إحراق الإطارات، لكنهم على ما يبدو يصرون على البقاء في هذه النقطة هنا قرب قصر أبو عبدة. فقط لنسأل بعض، أنتم الآن كنتم تريدون قطع الطريق، لماذا في هذه المنطقة؟ نحن والله كنا طالعين على أبو عبدة بس وقف لنا الجيش، نحن بدنا يسقط أول شيء ميشيل عون، ومن بعده كل هالحكومة، ومن بعده كل هالنواب، لنعمل غيرهم، لأنه دمرونا 30 سنة، أخذوا من عمرنا دمار شامل. أنتم باقيين هون هذا الأثناء؟ طريق حساس، الجيش ما عم يتعرض له، مشيد وليب ما عم نولع، عم نتحرك بين هون وتحت، هاي طريق حساسة، كل ما ننزل بيجي الجيش، كل ما نوصل لهون بنزلنا. العهد الزبالة. وضحت الفكرة، طبعا هذه التظاهرة الصغيرة هنا موجودة. الجيش اللبناني لم يتعرض لهؤلاء، لم يتعرض الجيش اللبناني للمتظاهرين، وبالتالي الأمور هادئة، سمح لهم بالتواجد على هذه الطريق. بطبيعة الحال هذا هو المشهد هنا على طريق أبو عبدة رانا. نعم، إذن لا مشكلة في التعبير عن آراء وتعبير المحتجين عن آرائهم، ولكن ضمن اللياقات. هيدي مظاهرة حقيقية، أنا عندي ثلاث بنات ما قدرت تعميهم. لا شغل. هيدي مظاهرة حقيقية، ما في أي حزب بعتنا، أقسم بالله نحن من حرقة قلبنا طلعنا على الطريق. هيدي أول مرة بظهر مظاهرة، وأول مرة بحس إنه فعلاً الشعب اللبناني منطفت، فعلاً الشعب اللبناني منطفت وعنده وجع، بده يحكي. طيب بطبيعة الحال هذه الصرخة نسمعها في كل التظاهرات. بس كلمة. بتمنى على تلفزيون الميادين قد ما كان مع جميع حركات المقاومة يحس بالشعب اللبناني وحاسس. نحن ننقل الواقع، ننقل هذه التحركات منذ الأمس. بطبيعة الحال هذه التحركات هي تحركات وجع من الشعب اللبناني. شبان يبحثون عن فرصة عمل، آخرين فقدوا مورد رزقهم، ضرائب تحاصرهم، وبالتالي هذه صرخة مبررة على كافة الأراضي اللبنانية. وهنا نحن على الطريق المؤدية إلى أبو عبدة، الجيش اللبناني مع المتظاهرين، لا إشكالات مع المتظاهرين، سيبقون في هذا المكان، لكن من دون إحراق إطارات ومن دون إغلاق كامل لهذه الطريق الحيوية التي تربط بيروت بالبقاع. نعم رانا. نعم عباس. إذن مشاهدينا نحن نتابع وإياكم هذه التظاهرات وهذا الاحتجاجات في أكثر من منطقة لبنانية. هذه الصورة الآن هي مركزة على طريق أبو عبدة، حيث وصل عدد من المحتجين إلى الطريق الواصل إلى القصر الرئاسي للتعبير عن احتجاجهم على سياسات الحكومة بشكل عام، سياسات الحكومة الاقتصادية بشكل عام. معنا من المشرفية مجددا، نعود إلى علي مرتضى. يبدو بأن تقريبا الطرقات فتحت علي تحت جسر المشرفية، هذا ما تظهره الصورة. نعم. هي خفت وهج النار رانا، ربما لذلك يبدو بأنها فتحت، لكن هي فتحت بشكل جزئي، ويعني مرور السيارات هو مرور صعب للغاية من هنا. وعلى الأرجح بأن الشباب كما ترين بأم العين الآن زادوا النار، إطارات مشتعلة جديدة، وبالتالي ستعود وتشتعل هذه النيران على المشرفية. فإذا الحالة هنا هي قطع للطريق، مثل باقي المناطق الرئيسية في الضاحية الجنوبية. لفتني قبل قليل مررت بجانب منطقة السنتراز،
وفي تلك المنطقة كان الناس يفترشون الطرقات على الطاولات، ويعني وضعوا طاولات في وسط الطريق وجلسوا عليها وضعين عليها يعني وكأنهم يجلسون في منازلهم، ولكن في وسط الطريق يعني كان منظرا ملفتا فعلا، وربما معبرا بأن يعني القرار بالبقاء في الطريق هو قرار سيبقى دائما. إذن يعني ما نراه هنا في هذه المنطقة وفي المناطق الأخرى واضح بأنه يعني غضب شعبي كبير، لا نعلم ما إذا كان سيحده أي إجراءات حكومية أو حتى استقالة حكومية. يعني نسأل الناس هنا رانا نتواصل معهم نسألهم ماذا يريدون، أحدهم هو يريد استقالة رئيس الجمهورية والآخر رئيس الحكومة والآخر يريد استقالة وزير معين. يعني اجتمع الجميع بكل فئاتهم وشكواهم في الشارع تحت عنوان عريض جدا، لن نخرج قبل أن نحقق مطالبنا. وهذه المطالب التي تطرح يعني صدقيني مطلب من هذه المطالب يحتاج سنين للعمل، فلا نعلم يعني بالفعل لا نعلم هذا الشارع كيف سيتم احتواؤه وكيف سيتم إرضاؤه. يعني هل استقالة الحكومة ترضي الشارع؟ هل تنظيم انتخابات نيابية جديدة ترضي الشارع؟ إلى الآن هذه التساؤلات يعني صراحة نحن نواكبها ليل نهار على الأرض لنعرف أجوبتها مثلنا مثل من يسألها. نعم، وربما هذا ما جعل الجميع بالأمس يطرح السؤال كيف سيكون المشهد اليوم، ويبدو بأن المشهد الاحتجاجي إلى اتساع، هذا ما تظهره الصورة تحديدا الصورة المركزة الآن في المشرفية وساحة الشهداء وبعد ساحة الشهداء، يبدو بأن أعداد المحتجين إلى تزايد. هناك حديث عن ربما قد يذهبون إلى اعتصام مفتوح، البعض من هؤلاء المحتجين توجه إلى طريق بعبدة وإلى يعني بقصد التوجه إلى القصر الجمهوري. كل المطالب تدعي إلى تغيير النهج الاقتصادي، البعض منها يدعو إلى استقالة الحكومة، البعض القليل ربما يقول أو ينادي باستقالة رئيس الجمهورية، ولكن الغضب منصب الآن على الحكومة. معلومات، كان هناك معلومات حول إعلان حال الطوارئ بحسب مراسلنا عباس الصباغ، واستنادا إلى مصادر قريبة من القصر الجمهوري قالت بأن إعلان حال الطوارئ هو أمر غير مطروح حتى الساعة، هناك تريث لمدة من الزمن ل 48 ساعة ليتم النظر في كل التطورات فيما خص هذه الاحتجاجات المتواصلة منذ مساء الأمس. كما قلنا في أكثر من منطقة لبنانية نحن نرى المشاهد تقريبا ذاتها، لا أحزاب على في الساحات ولا أحزاب في الشوارع، فقط هناك شعب محتجون على السياسات المالية والاقتصادية للحكومة، إن كان في بيروت إن كان في جبل لبنان إن كان في البقاع وإن كان أيضا في الجنوب، وهذا ربما ما رأيناه تحديدا على طريق صيدا من قبل زميلنا جمال الغربي. إذن مشاهدينا نعود ونذكر بأن كان هناك جلسة لمجلس الوزراء اليوم ألغيت هذه الجلسة، هناك كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة سعد الحريري، هذه الكلمة لن تكون مؤتمرا صحفيا وإنما كلمة يعني سوف تتطرق إلى كل التطورات الحاصلة تحديدا فيما خص الاحتجاجات. نعود ونذكر ربما هناك مواقف سياسية للأحزاب، مواقف قليلة إن صح التعبير، ليس هناك من يعني التصريحات كثيرة هذا اليوم، فقط حزب القوات اللبنانية دعا الحكومة ودعا رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الاستقالة، وقال بأن يعني معتبرا أن الاستقالة يجب أن تكون بسبب الفشل الذريع لهذه الحكومة في وقف التدهور الاقتصادي والمعيشي في البلاد. إذن مشاهدينا معنا أيضا من بيروت رئيس جهاز الإعلام في القوات اللبنانية السيد شار جبور، أهلا بك سيد شار. شكرا جزيلا سيد شار. تقريبا يعني فقط القوات اللبنانية اليوم أعلنت موقفا صريحا باستقالة هذه الحكومة، نسأل يعني هذه الاستقالة على ماذا تستند وما البديل؟ ما البديل؟ نعم، أنا بتقديري قبل التفكير بالبديل لا يمكن وقف غضب الناس واشتياق الناس
إلا من خطوة من قبيل استقالة الحكومة. وبالتالي نحن اليوم أمام مفترق أساسي وخطير. لذلك دعا رئيس حزب القوات اللبنانية رئيس الحكومة إلى الاستقالة، لأنه بالنسبة لنا من دون هذه الخطوة لا يمكن إقناع الناس بالخروج من الشارع. الناس فقدت ثقتها بالحكومة القائمة، وهذا الكلام نحن نردده باستمرار. الدكتور جعجع على طاولة أسرب عبده قال للكل، للرئيس الجمهورية ولكل المتحلقين حول الطاولة، الناس فقدت ثقتها فينا، فيكم كلكم، ولذلك يجب الاستقالة. وحتى من أجل إعطاء صدمة إيجابية اليوم نكرر هذا الكلام، إذا في حال الرئيس سعد الحريري لم يستقل لا يمكن إخراج الناس من الشارع. لبنان دخل ب 17 تشرين الأول بمرحلة سياسية جديدة، ولا يمكن العودة إلى ما قبل 17 تشرين الأول. يجب أن نذهب إلى الأمام. من بعد الاستقالة، الاستقالة تؤدي غرضها بمعنى أنه تؤدي إلى صدمة إيجابية لدى الناس، بأنه الناس استطاعت أن توصل صوتها. يبدأ التفكير جديا بخطوات إنقاذية بمرحلة انتقالية ننقص من خلال الوضع الاقتصادي السيء في البلاد. طيب إذا ما أردنا سيد شال أن نكون واقعيين وموضوعيين، يعني المشهد الذي نراه اليوم هو مسؤولية مشتركة لكل الأحزاب اللبنانية، وهذه الأحزاب هي نفسها سوف تعود لتشارك في الحكومة المقبلة. اليوم المطلوب يعني أن يكون هناك تغيير في النهج الاقتصادي، تغيير في الذهنية التي يتم التعاطي مع الملف الاقتصادي. هل سيتم ذلك؟ هل هناك من يعني أجواء تفاؤلية تقول بأن الحكومة المقبلة سوف تكون أفضل حالا من الحكومة الحالية؟ نحن نصر على الموقف الذي أطلقناه في لقاء بعبد الحواري، لأنه لا إمكانية للإنقاذ بحكومة من طبيعة نفسها. يعني يجب أن يكون هناك وجوه مختلفة، يجب أن نذهب إلى حكومة جديدة بصلاحيات استثنائية لمرحلة انتقالية بخطوات بعيدة عن الناس وعن جيوب الناس، من أجل إحداث التغيير المنشود. وإلا نحن مش بس فقط لن تتشكل حكومة، سيذهب لبنان إلى الانهيار، لأنه ما يحصل اليوم هو مزيد من الخسائر الاقتصادية والمالية ومزيد من ضرب الاستقرار. وبالتالي المطلوب في موازاة الاستقالة خطوات جريئة من أجل قيادة أولا المرحلة الانتقالية، وثانيا من أجل الذهاب إلى حكومة توحي الثقة للمواطنين وبإجراءات واضحة بعيدة عن جيوبهم، ومن أجل اتخاذ إجراءات أساسية لتخفيض العجز القائم في البلاد. طيب. ولذلك اليوم نحن أمام مرحلة مفترق مصيري، وهذا المفترق لا يعالج بخطوات شكلية وبالمسكنات، يجب الذهاب إلى خطوات من طبيعة جذرية. طيب. في الواقع ذكرت أكثر من نقطة مهمة، ولكن اسمح لي أن أستوضح منك هذه النقاط. عندما نقول وجوه مختلفة، من تقصد بالتحديد؟ يعني كيف هو شكل هذه الحكومة الجديدة التي تريدها القوات اللبنانية؟ كما قلت الأحزاب اللبنانية معروفة وجميعها تشارك في هذه الحكومة، أي وجوه جديدة هي مطلوبة اليوم؟ الأحزاب اللبنانية عليها أن تعطي الثقة، لأنه هي هذه الأحزاب هي تشكل الأكثرية داخل البرلمان، هي عليها أن تعطي الثقة لحكومة من اختصاصيين، مش اختصاصيين مستشارين لدى الأحزاب، لا، حكومة تكنوقراط يعني، اختصاصيين كفؤين، يعني مشهود لهم بتاريخهم وبي 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 وبنضالهم وبنضالهم بالميادين الاقتصادية التي يعملون فيها. وتعطى هذه الحكومة فرصة من أجل تحقيق المطلوب، لأنه سيدتي الكريمة لا يمكن التغيير في النهج نفسه وفي المنطلقات نفسها. يعني إذا جينا على حكومة بنفس الوجوه مع نفس الناس، الناس لن تعطي ثقتها لهذه الحكومة. المطلوب التغيير، تغيير في الشكل وتغيير في المضمون. في الشكل حكومة اختصاصيين تقنيين خبراء مشهود لهم بكفايتهم، وفي المضمون الذهاب فعليا الى معالجات اساسيه. حاعطيك خطوه واحده، ما هي؟ يجب الذهاب الى اشراك القطاع الخاص مع القطاع العام. خلص في قطاعات في لبنان عم بتشكل مورد للسياسيين، يجب وقفها.
يجب الذهاب الى منطق جديد، فلسفه جديده باداره الشان العام. عندما نتحدث عن اشراك القطاع الخاص سيد شارل، نتحدث عن الخصخصه من جديد يعني؟ طبعا طبعا لا خيارات اخرى. طيب هذه الحكومه طرحت الخصخصه ولكنها لا تريد الذهاب بخطوات من هذا النوع. هذه الحكومه صحيح، هي هذه الحكومه المشكله بهذه الحكومه انها كانت تطرح عناوين فارغه من اي مضمون، تطرح عناوين اصلاحيه ولكنها لا تريد الذهاب للاصلاح، لانها كانت في مكان ما اقنعت نفسها بانه لا يوجد شعب في لبنان، اقنعت نفسها بانه لا يوجد ناس في لبنان، اقنعت نفسها بانه لا يوجد تظاهر وانها ستتمكن من ان تبقى في متربعه بالمواقع الموجوده فيها. هي تفاجات بهذا المشهد، بهذا بمشهد الناس ومشهد بمشهد التظاهر وبهذه الانتفاضه وبهذه الثوره التي تحصل اليوم في لبنان، ولذلك لا يمكن اخراج الناس من الشوارع الا بخطوه جريئه من هذا النوع، والا ستذهب الامور نحو الفوضى. طيب الخطوه يعني التي تريدها اليوم القوات اللبنانيه باختصار هي استقاله هذه الحكومه، الذهاب نحو حكومه اختصاصيين من الاحزاب نعم. الرئيس سعد الحريري لم يعلن استقالته بمؤتمره الصحفي، فتتخذ القوات اللبنانية الموقف المناسب في ضوء التشاور بعد الاستماع للرئيس الحريري، سيكون لنا موقف من تطوره. إذا هذا ضغط جديد على رئيس الحكومة سعد الحريري يعني أسمعها منك سيد شار. طيب تحدثت عن نقطة ربما ثانية مهمة بعيدا عن وجوه الجديدة، تحدثت عن صلاحيات استثنائية، تريدون كقوات لبنانية صلاحيات استثنائية للحكومة؟ نحن نتكلم أن هذه الحكومة يجب أن تعطى فرصة، نعم أن تعطى فرصة من أجل الإصلاح، لأنه من يعرقل الإصلاح اليوم؟ القوى السياسية القائمة في الحكومة، وبالتالي هذه القوى السياسية تعرقل الإصلاح الجدي والحقيقي والفعلي. الحكومة إذا لم تعطى إصلاحات، إذا لم تعطى صلاحيات حقيقية، لا يمكن تحقيق الإصلاح المنشود، ولذلك هذا الإصلاح من أجل أن يتحقق يجب الذهاب إلى 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 صلاحيات فعلية وحقيقية تمكنها من تحقيق الأهداف المنشودة. شكرا جزيلا لك سيد شارل جبور رئيس جهاز الإعلام في القوات اللبنانية، كنت معنا من بيروت، شكرا لك. إذن مشاهدينا نتابع وإياكم هذا التغطية الخاصة والمتواصلة للاحتجاجات التي تعم الساحات والمناطق اللبنانية. هذه الصورة التي نراها الآن هي من ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، كانت معنا من هناك الزميلة ملاك خالد. هناك أكثر من مطلب كما قلنا يعني يرفع في هذه الأثناء، لعل أبرز المطالب هي استقالة الحكومة. بعض القوى السياسية تنادي بهذا الاستقالة، نحن بانتظار كلمة رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم حول هذا التطورات. ومعنا أيضا مراسلنا محمد الجادي من رياض الصلح. محمد يعني لو تنقل لنا ما الذي يحدث في رياض الصلح، نرى تجمهر للمحتجين، نرى العلم اللبناني هو العلم المسيطر، وربما هذا يعني بادرة إيجابية بالنسبة للبنان واللبنانيين، هل هناك من لافتات، هل هناك من مجتمع مدني ربما يشارك في هذه الاعتصامات وهذه التظاهرات، يعني كيف هي الصورة أيضا؟ على القرارات السابقه التي اخذت بعض الخرج المدني للقوى الاسريه وبعض الاخر كان للمنضوين تحت الاحزاب. هذه المره مثل ما كانوا عم بيقولوا لنا العالم ظهروا على الحيط وما بقى فيهم يتحملوا الوضع الاقتصادي من احزابنا المنتمين اليها والقوى التي لا يؤيدونها سياسيا. العلم اللبناني هو العلم الوحيد الظاهر في الساحه هنا، لا اعلام حزبيه على الاطلاق، لا اتفاقات حزبيه وطائفيه، صوره من الوحده الوطنيه تتجلى هنا في رياض الصلح، وهي من المحطات النادره في الحياه السياسيه اللبنانيه على المستوى الجماهيري من مختلف الاطراف ومن مختلف الانتماءات ومن مختلف مناطق بيروت. لا يزالون يتجمعون هنا منذ الان ربما فقط ساعتين عند الفجر، حلت هذه الساحه مع القوى الامنيه
الفجر اليوم وعدد الجماهير التي تتفاطر في زحم اكبر من الامس وتستكمل مسيرتها الاحتجاجيه بعد مسيرة الوقت. الجماهير هنا بانتظار تترقب بشغف الحكومه المحققه بعد قليل كما نسمع الصوت يأتينا متقطعا محمد، لا أدري إن كان يمكن إصلاحها في هذه الأثناء ونحن نركز هذه الصورة على رياض الصلة. يعني ربما أعيد بعض مما قلت بأن الجميع ربما في هذا الساحة بانتظار ما ستقول إليه الأمور وبانتظار كلمة رئيس الحكومة سعد الحريري. إذن رقعت الاحتجاجات إلى اتساع، هناك المزيد من المحتجين يتوجهون إلى وسط بيروت وتحديدا إلى ساحة رياض الصلة كما قلنا. هناك أكثر من تحرك واحتجاج من في البقاع وفي الشوف وفي جبل لبنان وأيضا في الجنوب وفي الشمال. لعل يعني السمة البارزة لهذه الاحتجاجات هي رفع العلم اللبناني فقط خلالها، لعل المطلب الأبرز هو استقالة الحكومة. إذا مشاهدينا، ونعيد ونذكر بأن كان هناك جلسة لمجلس الوزراء وقد ألغيت بفعل هذه الاحتجاجات. نعيد ونذكر أيضا بأن يعني قرار فرض رسم على الواتساب والذي تم إسقاطه بفعل ضغط الشارع هو من أجج الوضع والاحتجاج الشعبي الذي نراه منذ مساء أمس وحتى اليوم. سقط القرار ولكن المطالب المحتجين يعني لم تسقط وهي تتعدى هذا القرار، لا تريد المس بأي جانب من حياتها اليومية. كان معنا في هذا التغطية النائب محمد خواجة، قال بأنه ربما يجب التوجه إلى شرائح أخرى لفرض الضرائب عليها، لعل أبرزها الأملاك العامة وأيضا الأملاك العامة البحرية، وأيضا ربما يجب فرض الضرائب على المصارف لا على الشعب اللبناني الذي بمعظمه يعني يعاني من أوضاع معيشية صعبة. هذا الشعب الذي منذ أسبوع فقط أيضا يعني كان تعرض لأكثر من 100 حريق، اجتاحت هذه الحرائق غاباته ويعني ما أظهر ربما عجز الدولة اللبنانية عن تلافي هكذا أحداث طارئة وهكذا كوارث طبيعية طارئة. معنا من جديد علي مرتضى. نعم علي. علي، يبدو بأن الوضع عاد ليتأزم من جديد في المشرفية، أليس كذلك؟ ما بعرف إذا عم تحكوا معي، مش عم بسمعكم. ألو، أنا أسمعك علي على الهواء. علي ماي والله عصير. إذن مشاهدينا ربما نتابع وإياكم الآن أو بعد قليل صور لبعض الاحتجاجات والتظاهرات التي جابت شوارع المناطق الشوفية. لا أدري إن كانت الصور جاهزة، ولكن حتى إلى أن تجهز هذه الصور من بيت الدين حيث تجمهر عدد من الشبان في هذه الساحة. أيضا ربما لعل ما يميز هذه التظاهرات وهذه الاحتجاجات بأن هناك مشاركة من مختلف الفئات العمرية، نرى الشباب ونرى الكبار في السن ونرى أيضا الأطفال يعني، وكما قلنا العلم اللبناني هو العلم المسيطر في كل هذا التظاهرات.
إذا مشاهدينا كنا نشاهد وإياكم هذا الصور من منطقة في الشوف من بيت الدين بالتحديد، حيث رأينا يعني عدد من المحتجين. نعيد ونذكر بأن العلم اللبناني هو المسيطر في كل هذه التظاهرات التي نراها منذ مساء الأمس وحتى اليوم. نعيد ونذكر أيضا ببعض يعني التطورات الحاصلة. كان هناك يعني جلسة لمجلس الوزراء اللبناني ولكنها ألغيت بفعل هذه التظاهرات. كان هناك اجتماع لرئيس الجمهورية ميشيل عون مع مستشاريه، وأيضا كان هناك اتصال بينه وبين رئيس الحكومة لبحث آخر المستجدات. بحسب مصادر بعبدة، بحسب أيضا مراسلنا عباس الصباغ، لن تعلن حالة الطوارئ، يعني هذا الأمر غير مطروح حتى الساعة. هناك حالة من التريث 48 ساعة لتنجلي ربما الصورة أكثر، لتتضح الصورة أكثر، صورة الشارع اللبناني. كما قلنا بأن ربما مع إسقاط يعني فرض الرسم على الواتساب، ولكن هذا الإسقاط لم ينسحب على المطالب الأخرى يعني شرائح المجتمع اللبناني. ربما أيضا نذكر بأن أكثر من منطقة ربما نتابع في الصور، أكثر من منطقة عادت لتشتعل الإطارات المطاطية تحديدا في المشرفية. كان هناك وصول لبعض المحتجين إلى طريق بعبدة الذي يصل إلى القصر الجمهوري، ولكن تم إيقاف هؤلاء المحتجين من قبل الجيش اللبناني. كان هناك يعني أكثر من مطلب، لعل أبرز هذه المطالب كما قلنا إسقاط الحكومة. بحسب المداخلات حتى الساعة أيضا يعني البعض ربما يفضل إسقاط الحكومة ورحيل الحكومة، والبعض الآخر يرى بأن ليس هناك من داعي لرحيلها، كوننا سوف نذهب إلى حكومة تصريف أعمال ومن ثم سوف يكون هناك من المتعذر تأمين البديل. الحكومات في لبنان تأخذ الكثير من الوقت ليتم تأليفها من جديد، نظرا للتنوع الحزبي وللتنوع الطائفي بطبيعة الحال. إذن لا أدري إن كان بإمكاننا العودة إلى رياض الصلح ومحمد الجادي. أو حتى ربما يمكننا سماع بعض الأصوات هناك. إذن مشاهدينا نعود ونذكر بأن التظاهرات امتدت من ناسور إلى نبطي وصولا إلى النقورة وإلى باقي مناطق لبنان، حيث أشعل المواطنون الإطارات ورددوا أكثر من هتاف، ولعل أبرز الهتافات كانت تطالب باستقالة الحكومة. إذن أعود أيضا وأذكر ببعض المواقف. إذن هذه الصور من الجنوب اللبناني تحديدا من النبطية. إذا مشاهدينا ومعنا أيضا عبر الهاتف سعادة النائب هادي أبو الحسن النائب في البرلمان اللبناني عن حزب اللقاء الديمقراطي. أهلا بك سعادة النائب. يعني منذ بعض الوقت عرضنا نحن في الميادين صور لتظاهرات خرجت في مناطق الشوف تحديدا في بيت الدين. هل دخل الحزب التقدمي الاشتراكي على خط هذه الاحتجاجات؟ يعطيك العافية. أولا الحزب التقدمي الاشتراكي كان قد بادر يوم الاثنين الماضي في 14 تشرين ونزل في مظاهرة حاشدة بدعوة من منظمة الشباب التقدمي، رفضا لأساليب القمع ومصادرة الحريات، ورفضا لسياسة هذا العهد الذي أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه. نعم، ولكن هذا عنوان آخر. اليوم نحن نستكمل تلك الحركة، تلك التحركات، وكم حذرنا سابقا وكم نبهنا وكم صدحت حناجرنا، ولكن للأسف لم يكن هناك من يسمع. ضرب بعرض الحائط كل شيء وظن نفسه أنه منزها مقدسا. اليوم الشعب اللبناني
كلهم في الشارع ونحن مع الشعب اللبناني ونحن في صلب هذا الشعب اللبناني ونحن الذين قدنا الثورات منذ عام 52 إلى 58 حتى اليوم من أجل تصحيح المسار من أجل لبنان ديمقراطي متنوع مستقل يقرر أبنائه مصيرهم. طيب سعادة النائب، أنتم بادرتم بالنزول إلى الشارع ولكن في الواقع تحت عنوان مختلف، عنوان قمع الحريات، ويعني هو عنوان ربما جدا مختلف عن ما يتم طرحه في الحكومة لناحية الضرائب ولناحية يعني مناقشة الميزانية. اليوم الموجوع بحق هو يعني شريحة كبيرة في المجتمع اللبناني، البعض يطالب باستقالة الحكومة، أنتم ممن يطالبون أيضا باستقالة الحكومة، هل ستقدمون عليها أم تنتظرون أيضا كلمة رئيس الحكومة سعد الحريري كما ينتظرها حزب القوات اللبنانية؟ يعني أولا كي لا نصل إلى الضرائب كنا نطالب بتصحيح مالي واقتصادي للواقع من خلال مقترحات جدية قدمناها، بكل أسف لم يسمعوا لم يصغوا إلينا لم يصغوا لصرخات الناس. اليوم أصبحوا أمام أمر واقع هو فرض رسوم وضرائب، هذا الموضوع نحن نتحفظ عليه وهذا الموضوع رفضناه من خلال ورقتنا الاقتصادية السابقة وقلنا أوقفوا الهدر في الكهرباء، اجبوا أملاك بحرية، أقفلوا المعابر، أصلحوا الحال. اليوم وصلنا إلى المأزق. أما فيما خص شأن الحكومة وسؤالك، نحن لا نتنكر للمسؤولية ونحن لن نتخلى عن المسؤولية ونحن لن نترك الرئيس سعد الحريري وحده يواجه هذا القدر، لأن ليست مسؤولية الرئيس سعد الحريري وحده. لذا ناشده رئيس الحزب بالأمس ونناشده نحن اليوم، فلنترك هذه السلطة. هذه السلطة أصبحت كذبة كبيرة، حكومة الوحدة الوطنية، ليس هناك حق وحدة وطنية في لبنان. تتركون هذه السلطة لتتوجه باتجاه ماذا يعني ساعة النائب هادي؟ استئثار بالقرار، هناك تفرق بالقرار، هناك أحد يحكم ولا غير سواه. لهذا السبب آن الأوان كي نخرج من هذه السلطة وإعادة صياغة السلطة من جديد وفق ما ينص عليه الدستور. فسر لي أكثر، ما المقصود يعني بالخروج من هذا السلطة؟ يعني المطلوب أن نستقيل من هذه الحكومة، أن يعلن استقالة هذه الحكومة الرئيس سعد الحريري، ونحن معه في هذا الخيار ونشد على أيديه في هذا الخيار ونؤكد ونصر على مطلبنا باستقالة الحكومة. هل وضع البلد يتحمل استقالة الحكومة في هذا الوقت بالتحديد؟ وهل وضع البلد يتحمل هذا المشهد اليوم نتيجة ما قام به هذا العهد وما عبث هذا العهد من خلال ممارسته وضرب في عرض الحائط كل مطالباتنا للإصلاح الجدي والفعلي؟ يا سعادة النائب، يعني أيضا سوف أكون يعني واقعية مرة أخرى، لا تريدون من المنطق أن لا يتم تحميل الحكومة الحالية كل أزمات البلاد، ولكن أيضا من المنطق أن لا يتم تحميل العهد كل الأزمات الحاصلة اليوم. سياسات الحكومة الاقتصادية هي سياسات متواصلة منذ عام 98، هل يتعامل هذا العهد وهذه الحكومة هذه السياسات؟ هل يتم اليوم يعني تريدون المحاسبة؟ كنتم حاضرين كحزب تقدم اشتراكي في كل الحكومات المتعاقبة، لماذا اليوم يتم رفع الصوت باتجاه لم نتنكر يوما ولم نتنصل من مسؤولياتنا، ولكن نحن حضورنا العددي في هذه السلطة محدود، لا نستطيع وعدنا وحدنا أن نغير هذا الواقع. حاولنا تكرارا ومرارا لم يسمعوا. إذا كان لابد أن يتحمل المسؤولية الجميع، ننادي اليوم باستقالة الحكومة، فليتنحى الرئيس أيضا. لماذا الحكومة فقط؟ فلتعاد إعادة صياغة السلطة وفق دستور قواعد جديدة مبنية على برنامج إصلاحي رؤيوي حقيقي، بعيدا عن سياسة المحاصصة والفساد والإستقطار والإقصاء في هذه السياسة. طيب سعادة النائب، أنا ربما أريد منك الآن أن تعطيني خريطة طريق. اليوم سوف تستقيل الحكومة، ولكن اسمح لي أن يعني ألفت إلى نقطة، يعني حضوركم محدود في الحكومات ولكن ثقلكم المعنوي يعني موجود على الساحة اللبنانية. يعني كلمة النائب السابق وليد جنبلاط يعني هي كلمة مسموعة لدى كل الأطراف.
ربما أسأل عن خارطة الطريق، إذا أردتم أن تسقطوا الحكومة اليوم، ماذا بعد إسقاط هذه الحكومة؟ تسقط الحكومة وليستقيل الرئيس بكل صراحة. ثلاث سنوات ونقع في الفراغ، فشل ولم يحقق إنجاز واحد على الإطلاق، ونقع في الفراغ. ليس وحدها الحكومة التي تتحمل المسؤولية، بل كل القوى السياسية بدءا من رأس الهرم ونزولا، وبعدها فلنشكل سلطة من جديد وفق برنامج واضح نأخذ بعين الاعتبار مصلحة الناس، مصلحة البلد، ضبط كل مكامن الهدر والفساد، والبدء الجدي بموضوع الإصلاح الفعلي بالاقتصاد اللبناني. بس بدي أسأل سؤال على مسامع اللبنانيين. منذ العام 92 والنضال، جبهة النضال الوطني واللقاء الديمقراطي يطالبكم بتسوية الأملاك البحرية والنهرية، حتى الأمس لا يريدون جباية الأملاك البحرية والنهرية وهي تؤمن وفر كبير على الموازنة. نعم، وهذه أيضا ساعتي النائبية مسؤولية الحكومات المتعاقبة. كما تسمحي، منذ عام 2011 وفي عهدة هذا التيار، تيار الإصلاح والتغيير، وزارة الطاقة، 40 مليار دولار صرف على الكهرباء وما زال النزف مستمر. قدم الكثير من العروض لم يأخذوا بها. طيب سعادة النائب، يعني لا نريد أن نفتح ملفات وليس هناك طرف آخر يرد على هذه الاتهامات، ربما نحن نريد فقط أن نأخذ تعليق على هذه التظاهرات وعلى المشهد الحاصل اليوم. بكل الأحوال شكرا جزيلا لك سعادة النائب هادي أبو الحسن النائب في البرلمان اللبناني عن حزب اللقاء الديمقراطي، كنت معنا أيضا من بيروت. إذن مشاهدينا نحن نتابع وإياكم هذه التغطية الخاصة والمتواصلة واصلة لكل التظاهرات والاحتجاجات الحاصلة اليوم في أكثر من منطقة في بيروت وأيضا في المناطق اللبنانية. ومعنا أيضا الزميل عبد الله ظاهر من المدينة الرياضية. عبد الله، كيف تبدو الصورة لديك؟ هل هناك من قطع الطرقات؟ وربما إن كان هناك بالإمكان أن نأخذ بعض الشهادات. رانا، نحن الآن على طريق مطار بيروت الدولي، المطار يبعد نحو كيلومتر واحد عن منطقتنا هنا. طريق الأوتوستراد الذي يربط العاصمة اللبنانية بيروت بمطار بيروت الدولي متقطع ومنقطع، يعني المسار تعوله متقطع في عدة أماكن ومناطق من العاصمة بيروت إلى هنا. أود الإشارة رانا أن الوصول إلى مطار بيروت الدولي الآن متعذر، ويمكن الوصول إليه بصعوبة بالغة. يمكننا القول أن طريق مطار بيروت الدولي قد قطعت منذ حوالي الساعة، ولكن الجديد هنا ما أود الإشارة إليه رانا أنني قد أجريت اتصالا قبل دقائق مع رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط السيد محمد الحوت، وسألته حرفيا هل تم تعليق الرحلات من وإلى مطار بيروت الدولي؟ نفى هذا الأمر وقال إن الرحلات من وإلى مطار بيروت الدولي مستمرة، وإن عمل مطار بيروت الدولي مستمر كما هي الحال عليه في الأيام العادية. سألته أن السيارات تجد صعوبة بالغة والمسافرون يجدون صعوبة بالغة بالوصول إلى قاعات المغادرة، قال إن هذا الأمر ليس من شأنه، الطائرات سوف تقلع بموعدها، والطائرات الآتية إلى بيروت سوف تهبط في موعدها المحدد. سألت بعض المتظاهرين إن كانت طريق مطار بيروت الدولي مفتوحة جزئيا خصوصا في القسم العلوي من الصورة، سوف أترك للزميل حازم أن يريكم تجمع السيارات الموجود إلى آخر أوتوستراد الرئيس الراحل حافظ الأسد، أوتوستراد المطار الذي يربط العاصمة اللبنانية بيروت بمطار بيروت الدولي. هناك تجمع كبير للسيارات الذين يعني يحاولون الوصول إلى مطار بيروت الدولي، الذي رسميا لم يعلن تعليق العمل من يعني بعمله، إن كان لناحية يعني إقلاع الطائرات أو هبوطها. ولكن المؤكد أن طريق مطار بيروت الدولي مقطوعة إلى حين. هناك بعض الشهادات من مواطنين كانوا متواجدين في مطار بيروت الدولي، لو سمحت سوف يعني يطلعون على ما شاهدوه هناك. هل تمكنت من الوصول إلى مطار بيروت الدولي؟ طريق على مطار بيروت مقطوعة،
كليا؟ كليا، الشوارع كلها مقطوعة. في حقوق عم نطالب فيها وفي حقوق عم بيطالبوا فيها الشباب. قبل الحقوق، قبل الحقوق. حلو. الوصول إلى مطار بيروت الدولي، أنت كنت في سيارتك، تستطيع نعم. الوصول إلى ما قادر أوصل على مطار بيروت، ما قادر أوصل على مطار بيروت. ما هو المانع؟ ما في، الطرق كلها مقطعة. نعم. النار مولعة بنص الشوارع، الناس عم توصل، عم تنزل تحمل شنطة وتمشي على الشارع، اللي بده يسافر عم بينزل وبيقطع على المطار مشي، بعض الأحيان الجيش عم بيقدر يفتح الطريق. وبالبعض الثاني عم يرجع يسكروا مره ثانيه. يعني هناك مسافرون يستطيعون ان يتخطوا الحواجز او العوائق عم بيمشي ماشي عم بيقدر ويستطيعون الوصول سيرا الى الاقدام الى المطار. عم بيمشي ماشي عم بيقدر يوصل، بس في ملاحظه صغيره بموضوع قطع الطرقات. احنا من الضاحيه الجنوبيه وناويين ننزل على المظاهره على البلد لتحت، قلنا ساعه ونص عم نحاول نطلع من منطقه الضاحيه ما عم نقدر نطلع. الاوزاع مسكر، طريق المطار حافظ الاسد مسكر، طريق المطار القديم مسكر، في قطع طرقات احيانا عم نلاحظ انه عم بيكون مقصود انه احنا كمتظاهرين ما نقدر نوصل على التجمع الكبير اللي موجود تحت. وصلت العالم لمرحله تعبت ما عادش قادره تتحمل. انا من خلالكم بدي وجه اعتذار لكل الشعب اللبناني الحر. انا واحد من الناس اللي انتخبت بالانتخابات الاخيره، وانا واحد من الناس اللي نزل اللائحه كامله مثل ما طلبت مني. أنا بقلكم بعتذر منكم، أنا آسف، أنا واحد من اللي ظلمكم وظلم نفسه معكم وخلى هيك سلطة توصل على الكراسي. إحنا تعبنا، أنا نازل على الشارع حاسس حالي حر. من يومين ثلاثة كنت حاسس حالي عبد عند عبد موجود على الكرسي. الشعب كله صار لازم ينزل. إحنا تعبنا، الناس كلها تعبانة. اللي عم بينزل حتى عم بيخرب بالمظاهرات، عم بيكون مدسوس بين المتظاهرين ليخرب. الناس ما معها تاكل، ما معها تفوت اولادها على المدارس، ما معها تحط على المستشفيات. الناس تعبت. في انا واحد كنت عايش برا طابور من دس عم بكسر. انا يعني شكرا شكرا رانا، يعني هذا ابلغ دليل وهذا لسان حال كل من خرج الى الشارع اليوم. هذه ليست فقط صرخه مواطن، انما هي صرخه وجع، وجع يعاني منه المواطن اللبناني في كل مختلف حياته الاقتصادية الاجتماعية التعليمية التربوية ومشاكل. ما خرج به المواطنون والمتظاهرون منذ يوم أمس إلى اليوم يعبر عن صرخة وجعهم، يعبر عن الافتراق والحاجز الكبير ما بين من يحكم ومن هو مصدر السلطات الذي هو الشعب. نحن باقون معكم هنا من طريق مطار بيروت الدولي لننقل إليكم كل التطورات، وإن كان كانت طريق مطار بيروت الدولي بعد ساعة أو بعد حين ستفتح أمام العبور العادي للسيارات. هناك بعض، ولكن من المهم أن نعيد ونذكر بما قلت. الوصول سيرا إلى الأقدام. نعم، بما قلت يعني عبد الله بأن الطريق إلى مطار بيروت متعذر ولا نقول مقطوع بشكل كامل، ربما يمكن الوصول إليه سيرا على الأقدام، ولكن ليس هناك من تعليق لحركة الملاحة في مطار بيروت الدولي بحسب مدير عام شركة طيران الشرق الأوسط. بحسب ما ذكرت بالتأكيد سوف نعود إليك عبد الله، ولكن اسمح لنا أن ننتقل مجددا إلى صيدا إلى جنوب لبنان. يعني جمال، كيف تبدو الصورة لديك؟ هل يعني تزداد أعداد المحتجين؟ هل هناك من مشاركة لأي شخصية سياسية؟ عادة النائب أسامة سعد يعني يخرج إلى الناس، يخرج إلى الشارع ويشارك المحتجين مطالبهم. هل هناك من مشاركة ربما لافتة لأي سياسي ما؟ نعم، يعني الأعداد تتزايد هنا في هذا التقاطع التقاطعية، حيث الاعتصام السلمي الكبير الذي يشارك فيه المئات لا بل الآلاف من أبناء مدينة صيدا والجوار، يمكن القول أو بالأحرى الصورة هي أبلغ من الكلام. يعني من ناحية الحشد الشعار موحد العلم اللبناني، هم يعترضون على السياسات الحكومية، سياسات الحكومية الضرائبية. يعني من المتوقع أن تتزايد أكثر فأكثر يعني الحجم المشاركة، وخصوصا يعني مع ساعات العصر من مختلف الأعمار يشاركون في هذه الفعالية، رجال أطفال نساء يعني كبار بالسن. فيما يتعلق بواقع الطرقات، معظم الطرقات مقفلة في مدينة صيدا وضواحيها. منذ قليل تم إقفال شارع رياض الصلح بالإطارات المشتعلة في مدينة صيدا.
مثلث أبو الأسود الذي يربط العاصمة الجنوب صيدا بمدينة صور، وأيضا بعض قرى قضاء النبطي كان قد قطع منذ قليل. أيضا في نفس الوقت في إقليم الخروبة شمال مدينة صيدا في منطقة مزبود قطعت هذه الطريق بالإطارات المشتعلة. كنت أتحدث عن مشاركة يعني الفئات العمرية، معي إحدى الأطفال التي تشارك في هذا يعني الاعتصام. شو لازم تقولي؟ أنا اسمي لونا سليمان. شو هالدولة الفاسدة؟ دولة حرامية، هالنواب الفاسدين، شو هيدا؟ خلونا نرتاح شوي، العالم بلا أكل. أعطونا كرامة شوي، حلوا عنينا شوي، بعدوا شوي، هالنواب الفاسدين والدولة الفاسدة كلهم حرامية. يعني هذه هي الصورة، يعني صورة الأطفال أو بالأحرى صوت الأطفال، صوت المشاركين عبرت عنه هذه الطفلة. وأيضا اسمح لي أن أستضيف أيضا شاب آخر هو من الأشخاص الأوائل الذين كانوا في يعني في هذه التحركات. يعني أنتوا تحركتوا، ليش تحركتوا؟ شو بدكم؟ بداية تحية لكل الشباب اللي شاركوا، وبخص فيها أهالي صيدا والجنوب، لأنه أثبتوا أنه على قدر عالي من المسؤولية. أثبت الشباب اللبناني بشكل عام أنه هن موجودين بكل ساحات النضال. جمال صديقي، نحن من بداية نضالنا اليومي انطلقنا من واجب أنه نواجه السياسة الاقتصادية اللي عم تستهدف فيها الدولة والنظام اللبناني الشباب اللبناني والشعب اللبناني. اليوم السياسة الضريبية اللي استخدمتها الدولة تجاه الشعب اللبناني سياسة حاقدة، توجه الشباب اللبناني لساحات النضال ليأكد انه هيدي السياسة نحن قادرين نسقطها. صار انتو كشباب وكمشاركين لأمتين باقيين بالشارع؟ نحن مش ظاهرين من الشارع حتى اذا استقالت الحكومة، لانه برنامج اللي توقع بمجلس الوزراء يستهدف الطبقات الشعبية والفقيرة والمسحوقة. يعني بدون ما يسقط هيدا المشروع السياسة الضريبية نحن من الشارع مش ظاهرين. طيب شكرا. يعني كما تسمعين الجميع هنا يؤكدون على رفض السياسات الحكومية الضرائبية. أيضا اسمح لي أن أشير يعني إلى واقع المناطق الأخرى، ليس فقط مدينة صيدا، مدينة صور تشهد تحركات احتجاجية وقطع للطرقات، مدينة النبطي كذلك الأمر، الطريق التي تربط مدينة صيدا بالنبطي مقطوعة تماما يعني من قبل المحتجين، يعني تحديدا في منطقة زبتة، المروانية، حبوش، دوار كفر رمان، في الساحة الرئيسية ساحة السراي في مدينة النبطية، في بنت جبيل، في مرج عيون، في العديد من القرى، دير كيفة، دير دغية، العديد يعني العشرات من القرى الجنوبية. إذا ما أردنا أن نصف صورة خريطة المواصلات في محافظة الجنوب نراها يعني طرق متقطعة الأوصال نتيجة هذا الحراك الذي يعم معظم يعني أرجاء الجنوب اللبناني والمناطق اللبنانية. أيضا يعني الأمر المهم الذي نعود ونذكر به بأن هذه التحركات لم تأتي من أي جهة حزبية. كنت تتحدثين يعني أو سألتيني عن الشخصيات السياسية التي أتت إلى هذا المكان. بالأمس أتى النائب أسامة سعد وهو المعروف بانحيازه للطبقات الشعبية وشارك في هذا الاعتصام. حتى الآن يعني بحسب الجولة التي قمت بها في هذه الساحة لم ألتقي ولا بأي سياسي. نعم التقيت بشخصيات أعرفها تماما في مدينة صيدا مختلفة الانتماءات، سواء من التنظيم الناصري أو تيار المستقبل أو الجماعة الإسلامية أو حتى مستقلين أو شيوعيين أو يساريين أو قوميين أو إسلاميين، جميعهم يشاركون تحت عنوان واحد، رفض السياسات الضريبية للحكومات اللبنانية، ليس فقط هذه الحكومة وأيضا الحكومة التي من المفترض يعني كانت سابقة، يرفضون هذه السياسيات أو حتى المقبلة إن لم تراعي واقع المواطنين الاقتصادي فهم يرفضون هذه السياسات الحكومية كما قال المشاركون في هذه التحركات. نعم، إذن مشاهدينا نحن وإياكم في هذا التغطية المتواصلة للاحتجاجات الحاصلة في لبنان، كما قلنا في أكثر من منطقة وفي أكثر من ساحة هناك تجمهر لأعداد المحتجين. مشاهدينا نشير أو نذهب إلى مراسلنا أحمد عبد الله. أحمد،
لا أدري إن كان أحمد عبد الله يسمعني هو في المشرفية بحسب ما تظهر الصورة، ولكن يعني حتى يجهز أحمد عبد الله نعود ونذكر بأن رئيس الجمهورية ميشيل عون كان قد اجتمع مع مستشاريه صباح هذا اليوم، وكان هناك اتصالات بين القصر الجمهوري والحكومة برئاسة يعني الرئيس سعد الحريري. هناك كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة يعني بحسب المعلومات المتوافرة أو متداولة حتى الساعة، هناك كلمة مرتقبة عند الساعة 6 من مساء هذا اليوم. المعلومات هي غير مؤكدة، ولكن هناك توجه ويقول بذهاب رئيس الحكومة إلى الاستقالة. بعض أحد الأحزاب دعت رئيس الحكومة إلى الاستقالة، وبعض أيضا المتظاهرين والمحتجين أصروا ويصرون على هذا المطلب. إذن في العنوان العريض هذه الاحتجاجات هي استنكارا واحتجاجا على السياسات الاقتصادية والمالية للحكومات المتعاقبة في لبنان وتضرر المواطن اللبناني منها بشكل محدد. بحسب أيضا المعلومات وبحسب مراسلين خلال هذا التغطية، ليس هناك من نية لإعلان أي حالة طوارئ، هناك حالة من التريث لمدة 48 ساعة للنظر إلى ما ستؤول إليه الأمور. أيضا بحسب المعلومات وبحسب مراسلين، الطريق إلى مطار بيروت الدولي متعذر ولا نقول مقطوعا بشكل كامل، ولكن يعني ليس هناك من تعليق لحركة الملاحة. أيضا بعض الطرق بحسب أيضا موقع التحكم المروري على مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الطرق قد بدأ يتم فتحها تحديدا في المناطق البقاعية. لا أدري أيضا إن كان الزميل أحمد عبد الله أصبح جاهزا، ولكن نعيد ونذكر بما تم الحديث عنه في الاعتصام الحاصل في رياض الصلح. هناك مطالبة بالاعتصام هناك. عبد الله ظاهر، أعتقد بأن عبد الله معنا مجددا من المدينة الرياضية من طريق المطار الدولي. من طريق المطار الدولي، نعم. الجديد في الأمر، صحيح، الجديد في الأمر هو أن الطريق قد فتحت جزئيا من المكان الذي نتواجد فيه. بعض السيارات باتت تستطيع أن تنتقل من وإلى مطار بيروت الدولي ولو على مسرب واحد كما ترون، رغم مخاطر هذا الأمر، ولكن قطع الطريق الأساسي يحصل في آخر هذا الأوتوستراد، وهو المكان الذي سوف ننتقل إليه في رسالتنا المقبلة إلى مقربة من مطار بيروت الدولي، لنرى هناك كيف يتم قطع الطريق وبأي أسلوب وبأي طريقة. أود الإشارة أيضا رانا لو سمحت لي من مصادر في طيران الشرق الأوسط أن هناك بعض الرحلات الآتية إلى بيروت وليست المغادرة، بعض الرحلات من دول عربية وأوروبية قد ألغت حجوزاتها وألغت رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، هذا بحسب مصادر بطيران الشرق الأوسط. سوف نتأكد من كل هذه المعلومات في رسالتنا المقبلة إن شاء الله، ولكن أود الإشارة أيضا رانا أن الطريق ولو فتحت جزئيا هنا، المسافرون الذين يودون مغادرة بيروت يجدون صعوبة بالغة في تخطي الحواجز التي وضعها المتظاهرون، فيضطرون إلى النزول من سياراتهم ونقل أمتعتهم إلى سيارات أخرى موجودة خلف السواتر والعوائق التي تمنع وصولهم إلى مطار بيروت الدولي، ومن ثم ينتقلون في هذه السيارات إلى المطار ومن ثم إلى المغادرة. طبعا يعني هو واقع صعب، ولكن يعني على المواطنين أن يتكيفون معه. أود لو سمحت لي رانا، هناك شاهد عيان قد أتى إلى الآن من مطار بيروت الدولي. بعد ماذا قليل اعتذر عبد الله، هلا الطريق مقطوع، نحن قاطعين الطريق، نحن ما حنفتح الطريق لو شو ما صار، تسقط الحكومه. نحن بتمنى من الشيخ سعد الحريري يستقيل. شكرا. بس في شغله، نحن العالم هدول اللي مسافرين، نحن عم نطلعهم على الموتوسيكلات، عم نوصلهم على المطار، عم نعمل معهم منيح، مش قاطعين علينا الطريق يعني. شكرا رانا، عودة إليك. نعم، شكرا لك عبد الله ظاهر، حتى الساعة كنت معنا من الطريق الوصل، الطريق طريق مطار الدولي. اسمحوا لنا مشاهدينا أن نتوجه إلى سوريا حيث التطورات في الشمال السوري. معنا من جسر قرة قوازق قزاق
محمد الخضر مراسلنا من هناك. محمد، يعني كيف يبدو الوضع في الشمال السوري في بعض المحافظات تحديدا بعد الاتفاق الأمريكي التركي وما حكي عن وقف لإطلاق النار لمدة 5 أيام؟ نعم، رانا أولا أهمية هذا المكان. نحن بالفعل نتواجد على هذا الجسر قرى قوزاق. هذا الجسر هو تاريخي وأثري. من على هذا الجسر عبرت وحدات الجيش السوري من منطقة منبج باتجاه منطقة عين العرب. هذا جرى ذلك قبل يومين. على هذا الجسر كانت تتواجد نقطة أمريكية أو عناصر أمريكيون، هم أيضا انسحبوا من هذه المنطقة. للجسر كما ترين أهمية كبيرة للغاية، هو يفصل الشرق الفرات عن غرب الفرات. لذلك عندما عبر الجيش السوري هذه المنطقة هو يعني قيمة سياسية ومعنوية وميدانية كبيرة، الانتقال من منطقة غرب الفرات إلى منطقة شرق الفرات، وبالتالي كسر هذه التسميات والعودة إلى التسمية الواحدة هي أرض سوريا سواء شرق الفرات أو غرب الفرات. من على هذا الجسر في الواقع انتقلت وحدات الجيش السوري باتجاه عين العرب، ذلك قبل يومين. اليوم كما تعلمين هناك كان وقف لإطلاق النار. هذا الوقف لإطلاق النار جرى يعني الأتراك هاجموا وخرقوا هذا الوقف واعتدوا على منطقة رأس العين واعتدوا على يعني لم يتم الالتزام بالأحرى بموضوع وقف إطلاق النار. هناك لدينا معطيات من مصادر كردية تتحدث عن فتح قوة في الجدار الذي يفصل بين الأراضي السورية والأراضي التركية في منطقة علوك هذه المنطقة، وأدخال عناصر مسلحة تابعة لما يسمى بالجيش الوطني أدخلت إلى المناطق في من أجل يعني تغيير في الواقع الميداني، إضافة إلى قصف واشتباكات في منطقة دوار الشهداء في منطقة رأس العين. أي أن هناك خرق واضح وبأكثر من معطى اشتباكات ومعطى إدخال مسلحين وحتى قصف. بعض القصف طال بعض المناطق والقرى الموجودة على امتداد رأس العين وإلى الشرق من منطقة رأس العين بشكل واضح، وهذا يعني مثبت وعلى ما يبدو لم تنفيه المجموعات المسلحة التي تأتمر من الجانب التركي. ونحن حتى هذه اللحظة فقط يعني حوالي 15 ساعة من بدء المفترض لوقف إطلاق النار. نعم، بحسب الاتصالات والمعلومات لديك محمد، يعني هل الالتزام بالاتفاق التركي الأمريكي يتم يعني من قبل قسد؟ يعني الخرق واضح من قبل الجانب التركي، كيف هو الواقع لناحية قسد؟ هل يتم الالتزام بالاتفاق؟ المعلومات في الواقع التي نستقيها من المصادر، مصادر الكردية المقاتلة المدافع عن هذه المدينة، أنها تقوم بعملية الدفاع عن نفسها. يعني عندما يتم استهدافها بالرشاشات أو بالقصف يقومون بالرد على محاولة تغيير الواقع الميداني الذي كان موجود حتى قبل منتصف الليلة الماضية، مع أنه واقع في الواقع في منطقة رأس العين تحديدا هو يعني كان يميل بشكل واضح للمسلحين والجيش التركي، لكن ليس لدرجة السيطرة على رأس العين. وهذا يدحض في الواقع كلام تركي كثير وكلام يعني المسلحون يتبنونه عبر معرفاتهم ووسائل التواصل الخاصة بهم. لا يوجد سيطرة لهم على تلك المدينة، على العكس هناك اشتباكات حتى في قلب مدينة رأس العين. هناك تقدم للأتراك في محيط هذه البلدة أو في محيط هذه المدينة، وهذه المدينة لها امتدادات واسعة للغاية. هي مركز مدينة وحواليها ريف يضم ربما ليس أقل من 200 قرية وبلدة ومزرعة تتبع لها بشكل أساسي. طيب، بالعودة إلى المكان المتواجد به، يعني محمد، يعني هذا الجسر الذي قطع عليه الجيش السوري في طريقه إلى عين العرب، اليوم الجيش السوري يولي اهتمام لأي منطقة بالتحديد؟ يعني هو تمركز في عين العرب، ولكن إلى أي جهة يولي اهتمامه؟ نعم، النقطة الأساسية في الواقع وذات الأهمية الكبيرة هو الانتقال إلى عين العرب. عين العرب هي النقطة حدودية تماما. لأول مرة وحدات الجيش السوري تصل إلى النقطة صفر من الحدود السورية التركية، تحديدا على المعبر الذي كان يربط الأراضي السورية بالأراضي التركية. لم يصل يعني أو الجيش أو المؤسسات الدولة كانت غادرت هذه المنطقة منذ حوالي 8 سنوات، يعني منذ تقريبا حزيران عام 2012. عودتها بهذا المعنى تحمل أهمية كبيرة للغاية، تحمل رسالة المهمة لتصدي الجيش للدفاع عن أراضيه، للتصدي عن في وجه هذا التوغل التركي باتجاه الأراضي السورية. وفي الواقع على ما يبدو يعني كنا نلاحظ في الأيام الماضية حالة استقبال كبيرة من الأهالي لوصول الجيش إلى هذه النقاط وهذه المناطق. والرمزية الأخرى في الواقع يعني كما تحدثت بها هو وصل هذه المنطقة. يعني لا يوجد شيء اسمه شرق الفرات وغرب الفرات إلا بالمعنى الجغرافي. الآن الجيش عندما قطع هذه المسافات، قطع هذه الطريق الذي نرى
نراها أمامنا هو انتقل عبر هذا الجسر باتجاه عين العرب التي تبعد عن هذه النقطة تماما أيضا حوالي 30 كيلومترا، وهذه 30 كيلومترا في محيطها هي مجموعة قرى وبلدات تتبع لمركز بلدة عين العرب. طيب هناك معلومات أيضا محمد عن استهداف الطيران التركي أو القوات التركية لقافلة مدنية، هل يمكن ربما الحديث عنها؟ صحيح، يعني هذا كان القصف قبل قليل، يعني هو أقل من ساعة، لمجموعة من النازحين الذين كانوا يفرون من جحيم الحرب والذين وجدوا في أو الذين اعتمدوا على حالة وقف اطلاق النار من أجل الوصول إلى مناطق آمنة. على ما يبدو جرى الاستهداف على هذا الطريق الذي يصل رأس العين باتجاه شمال الحسكة تماما باتجاه هذه المناطق، وهناك إصابات لكن حقيقة لا نعلم مدى خطورة هذه الإصابات، هل هناك بين هؤلاء المدنيين من شهداء أو لا، لا نعلم. لكن هذا أيضا يؤكد في الواقع على أن عملية الالتزام بوقف النار أو وقف النار هذا ممكن أن نسميه وقف إطلاق نار هش، خصوصا على تلك الجبهة الكبيرة والواسعة، جبهة رأس العين التي تتبع لجغرافيا أخرى من هنا. نحن هنا نتواجد حتى هذه اللحظة في ريف حلب الشمال الشرقي، منطقة رأس العين هي تتبع لمحافظة الحسكة أو شمال غرب شمال غرب الحسكة تتبع رأس العين. نعم نعم، ولكن ماذا عن الشهداء؟ يتم الحديث عن أكثر من 10 شهداء. في الواقع الإصابات كانت كثيرة لأن هي قافلة، عندما قبل قليل في الواقع وكنا نجري اتصالات يعني كان الحديث عن إصابات، لكن لم نستطع التأكد من عدد هؤلاء الشهداء، ربما يكون هذا العدد وربما يكون أكثر من ذلك، طبعا في ظل حجم الإصابات، لأن الاستهداف جاء على سيارات مدنية كانت في حالة مغادرة، في حالة بالأحرى البحث عن ملجأ آمن، وجدوا في هذه الهدنة فرصة لتغيير مكانهم للتوجه إلى مناطق تتبع لمحافظة الحسكة. نعم، وأنت تتحدث محمد، أنا أعرف بأنك في بقعة جغرافية بعيدة جدا عن رأس العين وعن محافظة الحسكة، نقول يعني بأنك في ريف حلب الشمالي. بحسب مراسلة الميادين استشهاد 13 مدنيا وإصابة 70 آخرين بهذا القصف على قافلة المدنيين توجهت من تل تمر لرأس العين، إذن هناك تقريبا 13 شهيدا في جراء استهداف هذه الحافلة للمدنيين. طيب محمد، تحدثنا عن المنطقة المتواجدة بها وتحدثنا أيضا عن منطقة الحسكة ورأس العين بالتحديد، ماذا عن باقي المحافظات؟ ماذا عن الرقة؟ تل الأبيض تم السيطرة عليها من قبل القوات التركية، ولكن كيف هو الوضع في هذه المحافظة وما الذي نراه ربما في الخلفية الآن؟ هذه عبارة عن سيارات في الواقع تابعة للشرطة العسكرية الروسية، هذه المنطقة منطقة تحرك واسع لهذا للشرطة العسكرية الروسية وللجيش السوري، خاصة بعد إبرام هذا الاتفاق مع قوات قصد ومع الوحدات الكردية والتي أتاحت دخول الجيش إلى مناطق واسعة وخاصة مناطق تقع إلى الشمال من الرقة ومناطق شمال شرق حلب في محيط منبج ومنبج، وفي هذه المنطقة منطقة عين العرب. الواقع الميداني في الواقع لم يختلف، يعني هناك عمليات انتشار للجيش السوري في منبج محيط منبج ثم انتقل إلى عين العرب محيط عين العرب، وهذه هي النقطة البالغة الأهمية برسائلها، ثم هناك انتشار لوحدات الجيش السوري في ريف الرقة الشمالي، وبانتشاره في ريف الرقة الشمالي يصبح على تماس مع المسلحين مع مجموعات درع الفرات وما يسمى بالجيش الوطني. الجيش انتشر في منطقة عين عيسى ومحيطها البلدات التابعة لها، في منطقة القنطري، في منطقة الشركة السورية الليبية، هذا خط أفق طويل لكنه يواجه تماما هجوم المسلحين على تلك الجبهات ومحاولة إحداث خرق على تلك الجبهات منذ حوالي 10 أيام. نحن في اليوم العاشر للغزو التركي، هناك بالطبع اتفاق هدنة أو اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه نعم. كما بدأ واضحا لم يصمد وخاصة في رأس العين. شكرا جزيلا لك محمد الخضر، كنت معنا من جسر قرة قزاق، شكرا جزيلا لك حتى الساعة. نعود إلى لبنان وإلى ساحات الاحتجاج، نعود إلى الزميل أحمد عبد الله من المشرفية. أحمد، أحمد هل تسمعنا؟ لا أدري إن كان الصورة جاهزة. وإلى أن جاهزة، نعم أحمد، يعني أنا أراك على الهواء، تفضل. نعم، نحن الآن في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت،
الاحتجاجات التي بدأت منذ بعد ظهر أمس، منذ ليل أمس، متواصلة منذ هذا الصباح في هذه المنطقة وفي مختلف المناطق، تحديدا في الضاحية الجنوبية كما غيرها من المناطق اللبنانية، مختلف المناطق اللبنانية. في طريقنا إلى منطقة المشرفية مررنا أيضا بطرق عدة، منها منطقة السفارة الكويتية وأيضا منطقة الغبيري، وكلها طرقات قطعها المحتجون بالإطارات المشتعلة، حركة المرور شبه خفيفة. المواطنون ممن لم يشاركوا في هذه الاحتجاجات فضلوا التزام منازلهم، وممن اختار أن يشارك في هذه الاحتجاجات يتواجد في ساحات مختلفة. إحدى هذه الساحات هي هنا في منطقة المشرفية، حيث يرفع المحتجون شعارات مختلفة: لا مطلب واحد تجاه السلطة السياسية في لبنان. هناك مطالب متعددة تبدأ من تحسين الخدمات الطبية وإيجاد فرص عمل، وتصل إلى إسقاط الحكومة والمطالبة بانتخابات نيابية مبكرة. اللافت أن أغلب الموجودين هنا في الشارع هم من الشباب، أغلب المشاركين هم من الشباب، ولكن هذا لم يمنع أيضا بعض النساء من المشاركة في هذه التحركات، وأيضا صغار السن وأيضا كبار السن. إذن مختلف الفئات العمرية تشارك في هذه الاحتجاجات. يعني نلقي الضوء على بعض هذه المطالب التي يرفعها المتظاهرون. نستمع لهذه المتظاهرة: أنت اليوم في الشارع اخترت النزول، لماذا؟ أنا بدي وجه رسالة للوزير جبق. يا معالي الوزير، أنا ابني مريض كتير، عنده عملية بدينة من هو صغير، أنا كل سنة بعمل له قحط للعمل بالدماغ وبدينة، وإذا ما عملت له هاي العملية كل سنة ابني بصير أطرش، معرض للسحايا. اليوم ليش نزلتي؟ أنا نزلت اليوم لأنه هاي الجرثومة نقلت من وضع ابني بدينة، نقلت على الدعم. إذن هذه حالة شخصية بعيدا عن مسألة الاحتجاج. أحمد، لا أدري إن كان هناك يعني إذن هذا مطلب للوزير الصحة بشكل محدد، يعني هذا نعم. نعم نعم أحمد. رنا، فقط أود أن أقول أن مطالب المواطنين يعني أو المواطنون يعني استغلوا هذه التحركات لإيصال مطالبهم، ربما أجدوها فرصة لإيصال صرختهم ومطلبهم. هم يعتبرون أن السلطة أقفلت أبوابها في وجوههم، لذلك وجدوا هذه الاحتجاجات فرصة لإيصال صوتهم. قلت في بداية هذه الرسالة أن المطالب تبدأ بالمطالب الصحية وتحسين الخدمات الصحية، مرورا بالمطالبة بإيجاد فرص عمل أكثر، وتتصاعد حتى تصل إلى مطالب سياسية أكبر تتعلق بالحكومة والمجلس النيابي. نعم رانا. طيب أحمد، اسمح لي أيضا أن أعود مجددا إلى الزميل محمد الجرادي في وسط بيروت وتحديدا في ساحة رياض الصلح. محمد، محمد، طيب أيضا حتى يتم وصلنا بمحمد جادي، نشير إلى أن هناك هناك تظاهرة مركزية في وسط بيروت وتحديدا في ساحة رياض الصلح. هناك يعني معلومات أو توجه للذهاب بالاعتصام، توجه إلى اعتصام في رياض الصلح، ولكن يعني إلى أن يجهز محمد الخضر يبدو بأن معنا يعني عباس من طريق المطار أو من الشويفات كما يقال لي. عباس صحح لي لو سمحت. نعم رانا، لا أسمع بشكل جيد، لكن نحن هنا. أين أنت متواجد؟ يعني من طريق صيدا. نعم، بالقرب من طريق صيدا القديمة، يعني القريبة من منطقة بعبدا. كان هناك بعض التحركات على الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي، لكن الجيش عمل على تفريقها بهدوء وانسحب المتظاهرون. هنا المستديرة الكفاءات يعني والطريق المؤدية إلى منطقة الحدث، بطبيعة الحال الطريق مقطوعة في هذه الأثناء والمواطنون بعضهم يتجمع على الطريق منذ ساعات الصباح الأولى. هذه
الطرق يعني وهذه الساحات شهدت احتجاجات كثيرة من قبل يعني الغاضبين من السياسات الحكومية والمحتجين على ما يعني يحكى عن فرض ضرائب ورسوم. بطبيعة الحال كل الطرق على طول أوتوستراد السيد هادي نصر الله وصولا إلى صيدا القديمة ومنطقة الحدث وجاليري سمعان وعين الرومان كلها مقطوعة بسبب الإطارات المشتعلة التي يعني يعمل بعض الشبان على توزيعها على هذه المناطق وإشعالها، يتجولون على دراجات نارية. بطبيعة الحال الطريق باتجاه طريق المطار أيضا مقطوعة من هذه المنطقة. يعني هذا هو الوضع الميداني هنا إن كان في يعني على أطراف الضاحية الجنوبية ومنطقة الحدث. يعني حتى هذه اللحظة يعني المشهد لم يتغير منذ الصباح، لا بل منذ ساعات الأمس عندما بدأت هذه الهبة الشعبية التي اجتاحت المناطق اللبنانية كافة. نعم رانا. نعم، وربما نشير أيضا وأنت تتحدث عباس إلى أن هناك طرق إضافية يتم قطعها في هذه الأثناء. طريق دبي جوني قد قطعت أيضا بالاتجاهين. عباس، يعني في مداخلة سابقة ذكرت أكثر من يعني معلومة في الإطار السياسي، هل هناك من اتصالات جديدة تخص الوضع المستجد؟ يعني بطبيعة الحال بعدما نفت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية ما يحكى عن الاتجاه لإعلان حال الطوارئ، إلا أن هذه المعلومات لم يتم تداولها إطلاقا على المستوى الرسمي. يعني هناك طبعا تعليمات للجيش اللبناني بالحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة، وهذا أيضا توجه وزارة الداخلية. أما ما نترقبه هو ما سيدلي به الرئيس سعد الحريري في السادسة المساء هذا اليوم بتوقيت بيروت والقدس الشريف، سيدلي كلمة، ولم يكن هناك مؤتمر صحفيا، سيعلن الموقف الذي بناه بناء على اتصالات كثيرة. طبعا هو أرجأ جلسة الحكومة بعد يعني إبلاغه من عدد من القوى السياسية بأنها لن تحضر هذه الجلسة. الرئيس ميشيل عون أيضا يواصل اتصالاته ويبحث عن الحلول الناجعة لهذه الأزمة. هذه الأزمة بحسب مصادر الرئاسة اللبنانية تبدأ الحلول بوضع إصلاحات بنيوية مبنية على الاتفاق الذي حصل في قصر أبو عبدة في 2 أيلول/سبتمبر الفائت، وفيه سلسلة من الإصلاحات تم التوافق عليها من جميع الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة وأيضا من تلك التي خارج الحكومة. طبعا هناك معلومات وهناك تسريبات عن إقالة وزير الاتصالات محمد شقير أو إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامي، كل هذه هي في إطار التكهنات أيضا عن حكومة عسكرية ومشاكل. كل هذه الطروحات غير مطروحة بشكل رسمي الآن، هناك فقط يعني حديث بأن هذه الأزمة أو هذه الموجة الشعبية ستأخذ مداها على الأقل ليومين إضافيين، يعني يعبر الناس عن وجعهم وعن ألامهم. الرسالة وصلت إلى الحكومة، الحكومة معنية بإيجاد الحلول وليس هؤلاء الذين يتضارون بالشارع، لأن الحكومة هي التي تملك القرار وبالتالي هي التي يجب أن تبحث عن حلول ترضي هذه الفئات الشبابية والفئات المحرومة والتي عبرت عن وجعها بكافة الوسائل، وإن كانت استعملت أحيانا بعض الانتقادات القاسية والقاسية جدا. أود الإشارة إلى أيضا تحركات الناس تحديدا، يعني لم توفر مكاتب النواب، عمد بعض المتظاهرين إلى نزع لافتات لبعض النواب من على مكاتبهم في أكثر من منطقة لبنانية، توجهوا إلى مكاتب بعض النواب في بيروت، وبالتالي يعني هذا التحرك ليس له هوية سياسية، ليس له هوية مذهبية أو مناطقية، هو ممتد من بنت جبيل في أقصى الجنوب اللبناني على حدود مع فلسطين المحتلة إلى العبدة وعكار على الحدود مع سوريا وما بينهما، مرورا بالبقاع والجبل وبيروت وضاحيتها وكل المناطق اللبنانية. يعني نتحدث كنا عن شرقية أو غربية في بيروت السابقة، كلها اليوم ومنذ الأمس يعني نزلت إلى الشارع. يعني ولكن ما يجب تسجيله بأنه لم تسجل أي إشكالات مع القوى الأمنية. الجيش اللبناني حرص فقط على فتح طريق المطار وأمام الحالات الإنسانية كما سماها، ولكن لم تحصل أي إشكالات. واللافت أيضا رانا يجب تسجيله بأن القوى الأمنية غير متواجدة بشكل يشي بأن في البلاد حركة احتجاج، فقط قبالة السرايا الحكومية بالقرب من قصر عبدة كما شاهدنا في رسالة سابقة. وبالتالي يعني الأمور حتى الآن على الأرض يعني لا تعرض للممتلكات العامة والخاصة
أو على الأقل بحسب ما رصدناه منذ الصباح حتى الآن. نعم رنا. إذن من المهم أيضا أن نعيد ونذكر أيضا عباس، يعني إضافة إلى المعلومات المهمة التي ذكرتها فيما خص الطريق المؤدي إلى مطار بيروت الدولي، هذا الطريق التي تمت إعادة فتحها من قبل الجيش اللبناني، وبحسب أيضا المعلومات للميادين فإن يعني الملاحة الجوية لم تتأثر على وقع هذه الاحتجاجات، والطريق المؤدي كما قلنا إلى المطار هي مفتوحة في هذه الأثناء. كما قلنا بأن أيضا هذه التظاهرات عمت جميع المناطق اللبنانية، في الجنوب هناك أكثر من تظاهرة، في صور، في صيدا، في النبطية، في بنت جبيل، في الجبل لبنان هناك أكثر من تظاهرة، في الشوف تحديدا في بيت الدين كان هناك من تظاهرات، في البقاع وفي الشمال، وأيضا ربما التظاهرات المركزية هي اليوم في بيروت، وقطع الطرقات يتم في بيروت. أعتقد بأن محمد الجادي معنا. إذن يبدو بأن محمد الجادي غير جاهز، ولكن مشاهدينا إلى هذه الساعة نختم هذا التغطية. واسمحوا لي أن أشكر الزملاء علي مرتضى وملك خالد وجمال الغربي ومحمد الساحلي وأيضا عباس الصباغ ومحمد الجادي، وننتقل لمتابعة الظهيرة وزميلي عماد خياط.